مساء الخير، اهلا وسهلا بكم وصحه فطوركم. مرحبا بنا عندكم وصحه رمضانكم. وكما عودناكم كل يوم منذ بدايه الشهر الفضيل انه نكونوا معاكم في هذه السهره. اليوم ايضا معنا نفس ضيوفي، والله خلاص ولينا عائله واحده. فنانه القادره نوزعت، صحه فطورك. يسلمك، صحه فطورك وصحه فطور الجمهور والحاضرين معنا. اهلا وسهلا كريم، صحه فطورك خويا. اسيا، وانا كنت سقسي في نوال قلت لها يا درا اسيا واش طيبت فطور اليوم؟ طيب طيب من بعد نقول لك اللي فيصل، صحه فطورك. صحه فطورك اسيا بالمشاهدين. غير اليوم فيصل باش شويه عيان. خمسه مساء الخير، صحه فطورك. مساء الخير، صحه فطورك وصحه فطورك ومصحه فطور كل المشاهدين تاعنا. الله يعيشك. ايضا كما قلت هادو ما ماشي ضيوفي، هادو ما ليسي معنا في العائله تاعنا، عائله الشروق كل يوم على الشروق نيوز. حنا في رمضان ومعنا اليوم ضيف، ضيف خاص، احمد مداح. مساء الخير. مساء النور اسيا، مساء النور كل مطلعهم هنا، ومرحبا بي عندكم وصحه فطوركم. فوالا وصحه فطورك احمد، وان شاء الله تكون سهره خفيفه اليوم مع اهم برامج الشبكه الرمضانيه لهذه السنه. قبل ذلك ومنذ ساعات اليوم، منذ ساعات قليله فقط خلال هذا اليوم، بدا تداول خبر مرض او تدهور الوضع الصحي للفنانه القديره نعيمه عبابسه المتواجده حاليا في المستشفى. هذا الخبر اثار ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفه ربما الوضع بدقه ومعرفه تفاصيل اكثر عن وضع الفنانه نعيمه عبابسه. معنا شقيقتها عايدة عبابسة. مساء الخير، صحة فطورك عايدة. مساء النور، اهلا وسهلا. سمحوا لي راني شويه عيانه. تحياتي للاخت الفنانه القديره نوال زعتر، كل الضيوف اللي عندكم. وش نقول لكم؟ ادعوا النعيمه، ادعوا لها، ادعوا لها، باسكو راهي في العنايه المركزه وانا شويه موجوعه. نوال زعتر على بالها، عندي 4 سنين ما شفتهاش، كاع الدنيا يعرفها، ولكن اليوم في حياتي ما حسيت انه فقط المخرج حمزه لانه الصوت ما نش ما وش وصلنا في معليش راني والله العظيم يا اختي غير راني في حاله مريضه. شوفي عمري ما حسيت انه حاجه وجعتني في حياتي قداش الاخت تكون عزيزه. راهي في العناية المركزة، راهي مريضة، راهي بزاف عيانة، ادعوا لها إن شاء الله. هي طبعا كانت رافضة أنه الإعلام يعرف، ولكن أنا أصريت لأن هي فنانة ملك الجمهور. وش تحبي، راهي بين إيدين الله. الحق المستشفى وقف معاها، راهي في يعني راهم واقفين معاها كامل. كلمتني معالي الوزيره هداوين قبل ما تكلموني انتم، كانت معايا. كلمتني مديره الاوندا، يكثر خيرها مدام عايده، واش نقدروا نديروا؟ كم تقدروا ديروا على بالك؟ هي في الموضوع هذا ما يخصها حتى حاجه، الحمد لله. نتمنى لها برك، انا شويه موجوعه باسكو ست نوال زعتر راهي خطنا وتربات معنا وراهي عارفه، عندي 4 سنين ما شفتهاش بصح اليوم بسك يدين باش نشوفها، ما خلاونيش نشوفها، ولكن طلبت منها السماح. قدرت ان شاء الله نتمناو لها الشفاء العاجل. اخر مره شفتها، اخر مره شفتها كان في موت ريم غزالي، كانت معايا الست نوال زعتر راهي خطنا هذيك. وش نقول لك، راني مريضه من نهار، انا كاع مرات في الله، راهي في حاله يرثى لها في باريس، ماهيش مسك، ما حملناش خطنا سيراسي لا بلو جون، يعني ما توقعناش بلي حالتها تدهور لهذه المرحله. ولكن نحب نشكر الجمهور الجزائري كلهم واحد بواحد، يكثر خيرهم. يعني بمجرد ما نزلت المقاله انهالت عليا التليفونات، كلمتني معالي الوزيره درك هذا، ونهضرت معايا، هضر معايا مدير الاوندا، ما راهي محتاجه حتى حاجه، محتاجه لدعواتكم، ادعوا لها يا جماعه. ان شاء الله، ان شاء الله طبعا. كل الضيوف ان شاء الله. مبارتي يا حبيبتي، مس الخير، الاخ مداح، اصدقائنا، اهلا وسهلا. انا طبعا اليوم انجبرت اني الغي التصوير باسكو ما قدرتش، راني بزاف مريضه. اكيد طبعا نتفهم. فوالا هذا واش عندي نقول لكم، ادعوا لها، ما راهي محتاجه حتى حاجه، راهي محتاجه الدعاء، محتاجه الدعاء، باسكو راهي تحت التنفس الاصطناعي. نعم نعم. الا فين بلوغوزي في لي بومون، الوغ الا ريبو ريسبيري، ماهيش قادره تتنفس نهائيا.
واش تحبي نقولوا رانا محروقين ومشويين عليها، مي ربي يشفيها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. واكرر شكري لكل القنوات اللي اتصلوا بينا، لكل الجمهور اللي تعاطف معاها. اكيد طبعا عايده بلا مزيتنا، ونتمنى ندعو لها. كنت نسأل في الدكتور، قلت له شحال عندها؟ قال لي عندها 5%. قلت له اني شده في ذوك 5%، لانه شده في الله تعالى. قادر ربي ان شاء الله يوقفها ان شاء الله ولادها وترجع لبيتها وترجع لاهلها وجمهورها. ربي يشفيها ويعافيها ان شاء الله شفاء لا يغادر سقما. كل الضيوف الموجودين على البلاتو، شكرا. سمحوا لي شويه. شكرا شكرا عايده. تسلم. شكرا لك. شكرا. العفو العفو. إذا جمهورنا الكريم، كانت هذه شقيقة الفنانة نعيمة عبابسة، طبعا متأثرة بالوضع الصحي. نتمنى يعني في هذه المواقف الإنسان فقط لا يملك إلا الدعاء، فإن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها. ومضطرون أيضا أنه نبدأ هذه سهرة اليوم بأخبار غير سارة، عفوا. أيضا وصل منذ قليل فقط خبر وفاة زوجة الممثل محمد الشايب، اللي عرفوا الجمهور في دور سعد القط، اللي كان تزوج منذ شهر فقط أظن، يعني باش نقولوا عظم الله أجرهم، وإن شاء الله ربي يرحمها وربي إن شاء الله يعطيهم الصبر. أكيد طبعا يعني عروس بعد جفافها بشهر فقط، قدر الله وما شاء فعل، إن لله وإن إليه راجعون. إذا بعد هذه الأخبار كما قلت لك، سمعت اسمي من عيدة عبد السلام. نعم قالت شقيقتنا نوال. أي والله والله شقيقتهم، وأمهم كانت تحبني بزاف، وعمي عبد الحميد عبابسة كان ثاني يحبني بزاف. وش نقول لك، والله هذا النبأ تلقيته فريمون، ما كنتش متوقعه. هي قالت لك باللي المرض يعني هو تدهور الوضع كان عنده مدة، ولكن هما ما كانوا متكتمين يعني، فربما بعد تدهور وضعها الصحي اضطروا انهم يعلنوا الخبر. ان شاء الله ربي ان شاء الله لاباس عليها، وان شاء الله شده وتزول وتعاود تنوض، ونزيد نشوفوها ان شاء الله. ان شاء الله نعيمه ان شاء الله. نرجع لموضوع السهرة، البرامج الرمضانية، الشبكة الرمضانية لسنة 2021. أحمد مداح مساء الخير. مساء النور. راك في الشبكة البرامجية هذه السنة؟ نورمالمون. نورمالمون ولا راك في الشبكة؟ نعم. رانا بون، أنا مشاركين، كان لي الشرف دابور دخلت السلسلة تاع 10 على 10 في الرول اللي جديد، مي بون مازال الحلقات باسكو رانا في الديبي. كنت حنسقسيك احمد، لانه خليني نقول في الكواليس او بيناتنا كنا نقولوا احمد اكبر من هذاك الدور، او هذا الدور مازال ما عرفناش وسيتطور. يعني حطنا في الصوره لا فقط. لا الدور مليح مازال، باسكو الديبي تاعو يبدا هكاك يابري سا قائد الحرس في الدور تاعك. بون جندي يابري سا سافاتر، واحد اللي غير مجريات في المملكه. على فوالا. كل هو عرف كيف اختارك، لانك الشكل تاعك يليق ملامح بيزار فوالا. دونك قلت لك كان لي شرف اللي دخلت لا سيري، اللي باسكو عندها رواج كبير عند المشاهدين. اسبيرون لي هذا الجزء راح يعجب الناس. صافا اليوم راك دخلت لحريه الصحافه، حريه الصحافه الحلقه تاع اليوم. بيان سور باسكو على بالنا عاشور يطلق كامل المواضيع اللي شغل نعيشوها لاكتواليتي تاع لا سوسيتي تاعنا، صافي بارتي حريه الصحافه جو بونس بلي صافي بارتي من المواضيع الشائكه في المجتمع تاعنا. وايضا احمد لانك معنا، اغتنم الفرصه لتنوير الراي العام واعلام المشاهدين فيما يخص بابور اللوح. اليوم ايضا كان فيه منشورات كثيره، ناس تاكد انه راح يكون على تطبيق يارا، ناس تقول لك لا مش راح يعرض، ماهوش يعني موجود اصلا في الشبكه الرمضانيه لهذه السنه، لا على التطبيق ولا على قناة. اللي وصلني انايا سي بابور اللوح ما كانش هذا العام، باسكو سي بريفيجوس في لابليكاسيون يارا، اي ابري لا برودكسيون ما باليش صرا لهم، باسكو كان حيجوز او باراليل في لابليكاسيون اي دون اون شان، ومن بعد ما وصلوش للاتفاق ما باليش وقتاش يعرض. خلاف تجاري؟ خلاف تجاري؟ جبونس تجاري، جبونس باسكو حنايا هذه المساله توجور نحب نحكي عليها، الناس تفهم بلي التصوير زعما هو المرحله الاولى في العمل الفني. اوليو في لي نورم التصوير هو المرحله الاخرى. باسكو لي سبونسور يتبعوك، عندنا انا شاك فوا في لي ديبا هادو نحبوا نحكي باش نقنوا هذا الدومين باسكو راهو فريمون مشربك.
تيماجيني انت التورني الدرني جور في رمضان والتورني ديجا بوندو رمضان وباش تسنى لي سبونسور يدخلوا صرنا في ولاد الحلال لا ميم شوز لي مسلسل نجح مي فينونسيارمون فشل. والثاني احمد تجربه كونفينمون ياك وسم السلسله بصراحه هذه التجربه تعرض الاعمال على منصات خليني نقول رقميه بلاتفورم هل فعلا يعوض الشاشه؟ لا اظن هي يعني اسيا من ناحيه احنا نحكيو كممثلين اللي جو بونس بلي البيتا ممثل يبان والبيبليك يشوفوا الجمهور الواسع يعني مي كي نحكيو في الضمان هذا باش نرجعوه صناعه لازم نخمو ثاني لازم بروميي با بيان سير كونتي تجاري باسكو كي تشوفي انت تعرضي تخدم مسلسل مليح ساكوت بزاف دراهم هذه شغل معروفه تخلص بزاف دراهم باش دير مسلسل شباب صح جمع عرفنا على شحال كم يا ساكوت يا اخو المنتجين جام يقولوا شحال سي سي كان لي يهضروا قال لي مثلا نو كان لي يهضروا مي على بالنا في لي نور فايس راك تستنى في احمد يمد لك رقم لا مثلا ما يقولهاش حتى لو كان يعرف ما يقولش شوف بالمعطيات اللي عندنا يعني شو الباب بالكاميرا باش تجيب ثاني كاستينغ شباب باش تجيب تقنيين شباب انت لازم الدراهم ولي ديكور اكسيتيرا الموضوع هذا موضوع شيق ومازلنا معاه قبل ذلك نروح لك نوال واش غير الخير ما غير الخير انا ما درت لا باب الروح ولا عشر العشر ولا غير الخير فقط انا كنت حابه اسمحي لي تفضلي كنت حابه نوضح واحد النقطه صح كل الانتاج تاجلوا لما بعد رمضان حاجه مليحه انا كان عندي انتاج تاجلوا بعد رمضان وعندي انتاج بعد رمضان وكان عندي انتاج ليا انا شخصيا كنت راني نوجد فيه تكلمت مع المساعد تاعي قلت له ما نخدم انتاج ليا معناتها كمنتجه يعني نوعا ما اذا نوال زعتر لا ماشي زيدولها زيدولها في السالتي فقط زينو خدموا يا خويا هذا وليدي هذا ما يفهم قول زميلي سكريبت فقط يزيد في السالتي ممثله ومنتجه مازال مستقبليه ما نعطيش شابه او يقول لك شابه متاخره معليش لا وش حبيت نقول قلت له انا ما نخدمش مليحه تجربه انتاج نوال حبيت لانه عندي تجربه وراني نشوف كل الاشياء اللي توقع خديت نصيحه وراني محذره دونك جو بونس كو وانت كمنتجه هل تختاري الممثلين ولا تخلي المخرج يخلي الممثلين ما لازم نقول لك حاجه انا عندي انتاج الاول ما نخدمش فيه هنايا انا كنت خايف تقولنا لا كريم عندي بود عندي من بعد كريم عندي. كريم هكذاك تولي مش هي نوال مش من الناس ولو انه ماناش زعما ننتقدوا فيهم ولكن مش ظاهره صحيه بزاف انتاج نوال زعتر اخراج نوال زعتر كتابه السيناريو زعتر كتابه السيناريو نوال زعتر بزاف يعني. وبطوله نوال زعتر بطوله نوال زعتر هي احلى جمله بطوله نوال والله شفتها مسكين والله العظيم كثر خيرك شفت المهم انا لا المهم نرجعوا للخبر تجربتك في الانتاج قولي لنا نوال شويه تفاصيل شحال مازال سابق اوان والله ما نعطيش حق لنفسي نقول على روحي منتجة وانا مازال ما مشروع مشروع منتجة وانا شوف سبحان الله كاينه واحدة شوف يتكلموا وما على بالهمش بالحقيقة تتكلمي وما على بالش بالحقيقة قالت لهم خاطر ما همش يوزعوها اللي حبت تدير الانتاج وانا والله ما انايا اللي حبيت الناس ومسؤولين قالوا لي نوال فتحي قلت لهم لا فتحوا انتم نوال هي حبيت نقطه تاع الانتاج ندير اضافه برك وحبيت نقول لك نوال انه نساء ممثلات معروفات يعني سواء في يعني في الوطن العربي خليني نروح انا شويه لدول الخليج في الكويت مثلا اهم الانتاجات الدراميه منتجات نساء اللي هما ممثلات في الاصل يعني هي الطبيعه ما تقبلش الفراغ لو كان الانتاج سورتو في الاوديو فيزيوال ما يكونش فيه واحد ولد دومان صح يعرف يجي واحد من برا ويدخلها فيه ديما عنده يعرف اش معناتها تمثيل يعرف اش معناتها اخراج يعرف اش معناتها المعاناه تاع الممثل كريم كي تولي منتج سينما تاع الفورماسيون لا ماشي الفورماسيون عندما تولي منتج سينمائي او مسرحي لازم يكون عندك مشروع فني مشروع فني يعني ماذا صح. اريد ان افعل اذا كان عندك مشروع تجاري بدك شيء اخر يعني البعد التجاري فيها لا اكيد لا اكيد احنا مش لازم مش بده بصح ما يلزمش يتغلب ما يلزم انسان عنده علاقه بالفن ما يلزمش يتغلب يعطيك الصحة ما يلزمش يتغلب الجانب التجاري على الجانب الفني لأن بعض المنتجين عندهم مشروع تجاري وليس فني كاين جانب واحد آخر اللي نحب نوضحه ثاني وخاوتي في المهجر قالوا لي يا نوال ما كان لها أنا وراسك هم كاع ماتوا
يعني صح المنتجين قاعد جاهم اعطاك ما حبوش والله ما حبوه. قلت لهم لا لا تجربه خفيفه. قلت لهم انا ما نخدمش وحدي. لا نموت معايا نموت معايا والله لا لا ما كانش انا ما حش انا ما اولا انا ماني راح ندخل لانتاج نبني فيلا ما نسخصش بنترفه ما نسخصش. انا حابه كما قال واحد مسؤول نوال يحبها تلم لي زونسيان و سافا با دير كو لي جون ما يكونوش. ودارها دارها بن سالم بن سالم بن سالم دار تجربه العام الماضي. سيد علي سيد علي بن سالم اللي نحيوه صح رمضانك سيد علي دار تجربه مليحه العام اللي فات وين كان اخر ظهور للفنانه القديره نوريه نوريه هو كان دايما من ورايا سيد علي بن سالم نوال فتحي نوال فتحي. قلت له لا ما نفتحش. تفتح انت وانا نخدم معاك. عندك نوال نوعك مشروع مسلسل ولا فيلم ولا عندي مشاريع مثلا المشروع الاول مشروع يا قامات تاريخيه قامات تاريخيه قامات تاريخيه ما شاء الله. اذا ما نخدمش فيها انايا. بدينا بدينا سهرتنا بخبر خليني نقول حزين طبعا اللي هو المرض ووفاه زوجة محمد شايب اللي نعزوه مره اخرى تعازينا الحاره للممثل محمد شايب. وختمنا الجزء الأول من السهرة بخبر سعيد وهو أن الفنانة نوال زعتر ستخوض تجربة الإنتاج قريبا إن شاء الله. جمعتي قصتين قبعثوا كامل على السلامة. والله أنا باغية نخدم بزاف فنانين إن شاء الله نوال إن شاء الله ونحب ونتمتع. أنا نتمتع لما نخلص الناس هذه إن شاء الله بهذا متعة والله والله متعة والله غير متعة. خلص منيح الناس يا أخي متعة نخلص الناس بين عانات بين عانات بتاع فلوس أنا تبع فرحت فرح لا تشكر اسمع كلمة نتمتع نخلص الناس. إذا بهذا الخبر السعيد نطلع فاصل ونرجع لمواصلة النقاش. إذا عودة للنقاش بعد هذا الفاصل. نروح لموضوع آخر. خليني نروح للدراما. كما قلنا البارح يعني حكينا على مسلسلات درامية راهي في السباق الرمضاني. خليني نزيد نسألكم اليوم الخامس من رمضان بعد خمس حلقات من الأعمال. نروح لفيصل أولا. وش رأيك فيصل في مستوى الأعمال يعني لحد الان الفكره واضحه في حلقه لا مازال مازال اعمال لحد الان متوسط يعني في رايي يعني ما كاش مسلسل يعني لا ديباس لي زوتر تجاوز الاخرين من حيث السيناريو من حيث القصه من حيث اداء الادوار وننتظر ربما الحق سبع حجرات اللي كنت حاير فيه فيصل وبدا يبان شويه السيناريو بس صح شويه بان بان بصعب بصعوبه او يحلم ولا ماهوش يحلم السيناريو كامله عندك مشاركه في المسلسل جوست دو سيكونس لا لا انا في سهيله بالشباب شفتكم في الجينيريك في رايي الاداء تاع الممثلين ما كانش يكون كاداره مع انه فيصل يعني ولا احمد الممثلين المعروفين اللي هما محمد ليديا العريني بن بكري لا لا بكريتي محمد ليديا العريني ظهرت في دور في دور انا شخصيا انا ليديا نعرفها في المسرح كذلك محمد بن بكريتي بن بكريتي لكن هناك اظن خلل في السيناريو سنفصله فيما بعد حتى تظهر ربما الحلقه السابعه او الثامنه لان القصه مش واضحه هي حابه يعني فانتازيا وسبع حجرات وانسان كان يحقر الناس ومع يولي يتراجع للوراء. كاين واحد الملاحظه كي هضرت على ثغره في السيناريو هي كاين نقص ثغرات مش ثغره كاين نقص كاين دي سيكونس سيكونس اساسيه نفهمها اساسيه عمرك سمعتها اساسيه أي. يعني تبين لك الخط الدرامي وراها السيناريست قبيله كان تلاقيته كان معك تؤكد ثغرات في السيناريو ثغرات في بس هي من منظورك انت تتبان الثغره كريم ما ديرناش المشاكل لازم معلومه مؤكده لانه خمسه البارح لما انتقدت كنزه مرسلي او اداء كنزه مرسلي يعني انتقدت الدور انا اليوم نط ما فهمت والو الانستغرام السوشيال ميديا مدير حاله خمسه تنتقد كنزه مرسلي خمسه والله انا سمعت نفس الشيء على الممثل لا لا من حقها قالت يعني ما برزتش يعني في الدور صح قلنا الوحيده يعني الاخرين كاع كانوا ملاح لا احنا قلناها بالامس قلناها باللي كانت اداء تاعها ما اداء تاعها ما تمكنتش من في البدايه قلنا مازال دوك نشوفوا في المشاهد في الحلقات الاخرى وفي المشاهد الصعيبه دوك مشاهد عاديه راه تادي مشاهد عاديه حتى في الايقاع في القطع كاين مشكل في الايقاع على بيع انا نقول لك كريم لازم تمد لنا المعلومات المؤكده ما بين قوسين
ياسين ما قلتش ما عطيتش رايي في مديتنا معلومه انت انا سيناريو قاريه كي راني نشوف الوالد لقيت دي سيكونس ناقصين مش بعد تخيل تروحي نشوف القصه بلاها لقيت باللي من بعد حلقه اخرى راح تكون لا تشوف انت المسلسل سبع حجرات تنتقل من انسان يعني من مشهد الى مشهد اخر ما فيش علاقه مع المشهد السابق وما فيش تسلسل منطقي لان الدراما فيها تسلسل منطقي باش نفهم واش نجي بعد يعني ننتقل كانه بالفعل كان هناك تقطيع ربما غير مدروس في المونتاج كي تكلمت كثيرا قلت سبحان الله يعني كهدرت هدره صحيحه وكي رانا نهضروا على الدراما وعلى الاعمال الدراميه وعلى المقص وكذا احمد مداح كنت في ولاد حلال المسلسل اللي تعرض على قنوات الشروق منذ سنتين صح هذا المسلسل يعني كان ناجح جماهيريا حقق نجاح كبير لانه كان قريب جدا من الجزائر من الواقع نعم من الواقع ف ربما هذه التجربه هي اللي راهي ناقصه في السباق الدرامي هذا ما تحسش باللي ما كانش عمل اجتماعي واقعي هذا العام في نفس القوه يعني. نفس القوه يعني صراحه انا توجور شغل دائما نخممها هكا ولا لوجيك هكا وثاني نخمم الدومين هكا يمشي تسمى كاين ديريكت اللي لازم نسوي فيهم ما تقدرش تبدا عمل بار اكزومبل عندك 15 حلقه باش تدخل بها رمضان وتكتب لا سويت او ميم طون يعني ميم لو جو واش كان يحكي فيصل انا نحكي في الدومين تاع جو دكتور ما تقدرش تخدم ان بيرسوناج وانت عندك ما عندك النص ما بالكش بيرسوناج راه رايح باسكو كاين دي تريت كاركتير يتحطوا في لي دي ديبيسان صح هذاك لو جو داكتور سي كوا سي دي سيلونس لي بوز دي ريغار سي سا لو جو داكتور اما التكست كاع الناس تهضر مي راهي راك تبني حنا عندنا بروبليم عندنا بروبليم تاع الناس تهضر لك دير ديبي حب يدير البوز اي سي ان بروبليم ان طرافي اللي تخدم ولاد الحلال توجور من بعد اكسبيريونس تي ان طرافي اللي الناس كاع تلاقاو وتعاود السيناريو كاريمون وكان بون كاستين كانت معالجه دراميه بيان سير فريمون شغل ان طرافي هو اللي دار معالجه دراميه هذه ضروريه كادر جريو ضروريه دونك ان تو طرافي تسمى ماشي تاع انا درك كنت نتاقد كان بروجي مشروع يعني انا درك كنت نتاقد الناس تنتاقد دوزيام جور تاع رمضان طايحين على تبان لي بيزار طايحين على اي على عاشور على لا ماشي على عاشور على اي عمل نعم ما تقدرش انا اكيد طبعا ما تقدرش تنتقد عمل زوج حلقات باسكو مازال ما تحطوش ديجا انا انتريك مازال ما تحطش ما على بالناش سي كوا درك مازال انا نحير عبك دي بالك حمد هنا بالك حمد اسمح لي بك فيصل بالك حمد هنا اللي يسمعونا ولا يقدر يقول لك لانه جزء اخر يعني ماهوش بدايه ماهوش عمل جديد يعني هم خاصه النقد البيرسوناج نعرفوهم فوالا يعني لا السيناريو معروف لا لكن المشكل في بعض الحالات في الاخراج لان مش عادي جدا ان الممثل لو يمثل او يبني في الشخصيه تاعو وباقي السيناريو ما وصلوش هذا شيء غير مهني تماما سي با دي تو بروفيسيونيل اي لو دراما لا سي با دو سات مانيير الدراما لا يخرج ولا ينتج بهذه الطريقه اما اقناع المخرج من الحلقه الاولى فهذه من عمل المخرج مش الممثلين مش مسؤولين المخرج اللي يقدر يكابتيب يعني يجبد من الحلقه الاولى ومن الحلقه الثانيه الجمهور يتبع فكرة كما اولاد الحلال اولاد الحلال الحلقه الاولى جبد الجمهور الجزائري من الحلقه الاولى كامل اولاد الحلال دونك لحد الان انا نشوف المسلسلات كشغل كلاسيكيه والريتم مازال شويه هابط جدا فقير ثاني كاين حاجه نوال عكس الفيلم تاع يما انا سمعت تكلموا عليه كثير مسلسل يما قال لك في لا سيزون 1 كانت يما موجوده كانت في الحبس وحملت بالصبي هذاك ولداته بعد داته المره الثانيه ومن بعد تكراح عطاوه لهذاك الكابون هذاك عمر ومن بعد قال لك في السيزون 2 سيزون 2 يعني ما كانش يما ما سلسله يعني قال لك كاين بزاف قصدك يعني مش هي محور العمل يعني ايه ما ينطبقش على العنوان كان ممكن يكون في واحد اخر ممكن نوال يقولوا لك مبكر هو مبكر لا يعني هو الاحداث تتطور يعني تطور ربما يما ام الممثل او خالد اعتقد محمد الرغيسي عنده دور خالد قد يظهر فيما بعد لانه من المبكر بالمناسبه اليوم انها المنتج عامر بهلول التصوير اخر يوم التصوير حتى يعني الاحداث ويتكلموا لك على لا مافيا وعلى يعني العائلات كلها يعني ما كانش عائلات في الجزائر من
يعني تمشي عدل كما يقولوا. هذه ازمه قاعد هم هذه ازمه افكار نوال تحدثنا عليها يعني اللي قالها فيصل البارح نوال ازمه افكار كل مسلسلات في عائلات واحد يعني واحد يعني كلهم ماشي ملاح كلهم هذا تاع لادغوغ هذا لا كامل راهم كامل كيف كيف لا وما على فيها نوال قلت لك هل تشوفي باللي سبب نجاح ولاد حلال مثلا كاين اعمال اكيد اخرى نجحت ولكن خلينا في ولاد حلال لانه تقريبا هو اخر عمل منذ سنتين من اهم او سر نجاحه انه كان قريب كما قلنا للانسان الجزائري قريب الواقع تاعنا قريب يعني ما كانش في خيال كما قلتي مع انه خيال خيال كان التركيز ايضا على ظاهره الاجرام المخدرات البطاله ثانيه ميم سي كي نحكيو نقولوا ولا طوندونس دي كريتير الناس قاعده تكتب لا دروك مع منتج يقول لك كتب لي في المام كرينو انا تلاقيت مع واحد قال لي كتب لي فيطون كيما ولاد الحلال كريمو ريفيرونس بصح المشكل وراه كي نكونوا نحكيوا على سوجي هذايا تاع واش كاين برا باسكو دي جون واش انا عايش كارتي بورت بيدار عباك واش كاين في ولاد الحلال كاين برا نشوفوا شغل شاك جور بصح هاي كاين زوايا وكاين كل الرؤيه تاع مخرج تما انا وانت امبوسيبل نخرجوا من فيرتي اكيد ميم سيناريو لو ميم سيناريو يتوزع على ثلاثه يكونوا بين ثلاثه دي رياليزاتور ملاح نشوفوا ثلاث اعمال ديفيرون وهذه هي يعني لا فورس على ولا انا بالنسبه لي اسمح لي الكتابه هي احساس ماشي على كوموند انا انا بالنسبه لي الكتابه احساس يعني مش تحت الطلب يعني لا ابدا هذه تحت الطلب وورشه الكتابه وهذه ما انا ما نحسهاش انا هو شوف ورشه الكتابه نوال ضروريه في بعض كتابه السيناريو كتكون كتابه جماعيه لان تحسن توسيع الفكره توسيع الافكار تدارك الاخطاء ولكن المشكل تحب تقول كيكونوا مجروبين ماشي مجروبين لا 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 مش مجروبين يحب يقول كيما يكونش كاين اصلا سيناريو لا لا كفكره لا كثير من السيناريوهات وما يسمى بالسيناريوهات ما عندهاش فكره هاي والله هذا موجود في بعض الدراما الجزائريه ومعنا نذكرها ربما في الاسابيع في الايام المقبله عندما تغيب الفكره يستحيل يكون كاين سيناريو تكون كتابه تكون تسلسل درامي قبط درامي ولكن السيناريو غير موجود والشيء الاخطاء لم نوقع فيها الكثير من السيناريوهات والكتاب هو محاكاه الواقع إذا أنت تأتي من الواقع قال إيه كان عايش في حي شعبي وفيها يعني استهلاك المخدرات ولو أن هذا أمر واقع ننقلوا للدراما ماذا بقي من الخيال والفن الدراما يعطيك صحة الدراما تخلي الناس تحلم شوية تخيل شوية لا أنا قلت لك باللي لازم الكتابة إحساس لأن يكتب الإنسان لا لا يكتب الإنسان على حسب الحياة المعاشة يعني وتكون ويكون أقرب من الواقع كورشه وانت واش تقول وانت واش تقول كاين سلسله تفضل كريم دار البهجه انا كنت معاهم في الورشه تاع اللي دارها جعفر القاسم كانت تجربه ودير الخبره اللي ديال دي عبالك فيها كتبنا شهرين وحنا كتبنا سمير مستر اكس ديزاد جوكر عثمان بن داود ونسيت المهم كرنا دار قعدنا اقامه يعني اقامه شهرين وحنا قدك خدمنا فاليدينا دوزي بيزود بركة دار البهجة اللي كانت بطولة تعبيونا اللي نقولها صحفه 12 حلقة وبرك وكيرك ديما تهضر على الورشة الورشة راه يقول لك هاي فكرة نحكموها نحكموها مجموعة أكيد أفكار. أكيد عقل ستة عقول مش كيما عقل إنسان واحد فبصح الكرينور يعني العمود الفقري كان جعفر قاسم قلنا هاي وراني نشوف لا فيزيون تاعي واش راني حاب وكيفاه وهي العائلة تكون من الأصول تاعها تركية مثلا من هنا انا حبيت برك نزيد المشكل فيصل باسكو سي امبورطون ثاني درك الناس فهمت سي كوا لا ديفيرونس بين ان سيناريو وقصه باسكو سي فري كاين دي تشوف فيطون كومبلي مسلسل مدي بالله فما فيش قصه عباك سي بيزار ما فيش فكره باسكو حنايا كنا لا لا نحكي على قصه استوار باسكو من بعد نهبطوا نطلعوا تكنيكمون نروحوا في لا فيلوزوفي بصح المشاهد يشوف استوار احنا هنا الدومين تاعنا لار كومبلي يعني الفايده منه باش نقدموا قصه للمشاهد اكيد 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 بصح اذا ما كانش قصه وكاين فرق بين استوار اللي تحكاها جينيرالمون يحكيها واحد استوار تاع بنادم مي سيناريو سي اوتر شوز سيناريو نكتبوا حاجه اللي تتورنا بالضبط ايماجيني انت سيناريست عنده ايدي اربعه خاوه باريكزومبل راهم يتمشاو يبقى كي يبدا يكتب
بسيكونسي او ينسى ليستوار لازم توجور ان ريزومي ولا ان شيما ناراتيف بيان سور مش شيما ناراتيف غير السيناريو لازم حنا نقلبوا يديك في السيكونس ديريكت نورمال يلوبي ليستوار لازم لي ستوري بورد كاين ستوري بورد يعني يحدوا اللي يحترم نفسها في الدراما كاين رسم حتى اللي رسم ترسم ديكوباج تكنيك ديكوباج تاع ليستوار حنا كثير من كاين ما كاش كما قال قصه ولا ما كاش كاين خلل لان الدراما على بالك تدب هكذا وتطلع للفوق وتعاود تهبط كاين يكون هذه المتعارف عليه احنا الدراما تبقى خطيه هكذا من الحلقه الاولى للحلقه الاخيره الانسان يخرج كانه ينساها بعد اسبوع ينسى واش شاف صح كاين قصه وكاين قصه بصح كاين يعني في زمن التنوع اليوم ورانا نشوفوا اعمال مختلفه مدارس مختلفه في الدراما حتى زمان يعني نوال كاين مسلسلات هل السر في انه ما زلنا نشفوا عليهم مثلا كيقولوا المشوار ولا المصير هل السر انه مسلسلات جيده فعلا هل لانه مسلسلات كانت قريبه صح للجزائري ام لانه هذاك الموجود يعني كذاك مش كان كاين حتى اليوم ما زال الناس تشوفهم يجوز المصير ولا الوصيه ولا كيد الزمن ولا اللاعب يعني ولا زوجان في حيره ولا كاع الافلام مازال الناس كي تشوفهم يقولوا لي واش راهم يديروا لنا درك لكن ولو كان مثلا اليوم يرجع للمشوار ولا المصير مثلا يدخل السباق الرمضاني هل فعلا راح يكون عنده نفس النجاح اللي كان في الفتره اللي وين كانت قناه واحده تبت عمل واحد او اثنين كنت الشهر. كنت حكيت لكم البارح على زينه كي كان يتعرض كانت قناه واحده تخرج لبرا ما تسيب حتى واحد هل هذا هو السبب في النجاح كان احد الاسباب اعمال مليحه لا هي اعمال مليحه لان قريبه من الواقع زينه شحال كان في عمرها هذا شكون 17 سنه شكون زينه انا بيا انت يا بيان كان في عمري 18 كان سنه كان واحد جاي يخطب وقال حسب انا متزوج راح تخطب زينة في 78 ولا في كان كوبر القط يدخل يتفرج واش واش زعما تقول باللي اعمال ماشي ناجحه نو ناجحه والله غير ناجحه لان كانت قريبه من الواقع هنا راه مخيل بزاف ما لقاوش واش يكتبوا لا خير ضروري يعني خايف في الواقع طيب نطرح سؤال لاحمد احمد مداح لو كان مصير يدخل في السباق الرمضاني في هذا الوقت بصراحه امبوسيبل باسكو بصراحه هل يتعلق به المشاهد يبقى المصير انا بور مو كنت صغير بالك مي يبقى توجور ان ريفيرونس مي لي سيركونسونس درك ما تمشيش غير لا حبيت نوضح نقطه اذا كانت عرض المصير في الوقت هذا ما كاش راح يكون هكذا المصير يعطيك الصحه هذه بيان سور اجابه صحيحه يتكلموا على ما قبل الجاهليه قال لك لو كان عايشين درك ما يركبوش الجبال يركبوا بس تعرف القوه نوال قوه المسلسل يبقى قوي حتى وانه عابر للزمن كان افلام شفناها في السبعينيات مازلنا نشوفوها اليوم مازالت عندها نفس القوه علاه لان هناك عمل على السيناريو وعلى الفكره وعلى القصه ولكن عبر الأوقات طيب فيصل مثلا نطرح عليك سؤال خامسة نقولوا من 5 سنين أعطيني مسلسل مازال كي شافي عليه بالنسبة لي كان فريمون توب في الإنتاج الدرامي أسرار الماضي ما تقولش أسرار الماضي خطر شاركتي لا أنا شاركت في الجزء الأول أسرار الماضي خطيبانها جزء ثاني لا من 5 سنين لحد الآن انساي واش شاركتي فيه أعطيني اسم مسلسل راهو في بالكم يعني شفيتوا عليه من هذه السنوات اللي تفتح فيها السمع البصري ولا للخواص يعني ودخل السيبة جزائري ولا جزائري من الخمس سنين دوكا أحمد أعطيني مسلسل ماشي ولاد حلال طبعا ما سنسر والله. شفت كيفاش انا باسكو علاه لكن حاله واحده اخرى انا ماشي درامي لازم درامي ما كان صغير لازم دراما فيصل نو من 5 سنين والله ما كنت فيصل بان على العكس خلينا كاين كاين الزمن كاين شفيقه في 5 سنين يا كريم دير بيتا شنو من 5 سنين دوكا دونك ما نشوفوش على المسلسل احنا فتح سمع البصري كان 2012 2016 اعطيني شحال يعني كم سنين اعطوني مسلسل انجح اعطوني مسلسل تشفعوا عليه بكل موضوعيه كريم ماشي انجح عمل تشفع عليه بقى في الذاكره اعطوني اسم عنوان مسلسل بلاد الحلال
خلينا ولاد حلال شحال عنده 8 سنين ولاد حلال عنده عامين فقط عامين لا 8 سنين شفتوا باللي ما شفيتوا على ولا مسلسل لا نشبع الكوميديا نشبع على لا لا شفع لي على الدراما ايه فيصل اعطيني عنوان جعفر القاسم نشفع عليها جعفر القاسم تشفع عليها نسيم الحسين عليها اعطيني عنوان فيصل الحسين عنوان مسلسل ما عندكش مسلسل شديته في الجزء خمسة ابار ولاد الحلال شاركت فيهم 8 سنين العالم 0-0 احمد مده ما ولاد الحلال صفر كريم عمر شكون انا خرج خارج على الموضوع صفر صفر خرج على الموضوع انا وين مسلسل في الست سنين هادو فريمون قلت لها عام هي لا انا بقيت حابسه مع زينة لا صح اهل الكهف نوال تحسون اشياء انا كنت ما نطقش اشياء انا عرفت المسلسل اللي ما نقدرش ننساه وديما مازالوا في بالي افراح القبه افرح بصالح منى زكي طب شوف الجزائر شوف الجزائر لا لا الجزائر وانا كي قلت لك عمر قلت لي خام في الجزائر نوال على ما صفر ايضا ليا على ما صفر انا علاش طرحت السؤال حبيت نقول انه العمل الناجح حقيقة هو العمل اللي يقعد في الذاكرة المفروض اكيد دوكا كي نشوفوا فيلم سينما تاع هوليود ما نعرفش من عام تيتانيك تشفى على الفيلم تشفى فالمسلسلات هذه المي... نفس الحكاية بالنسبة لكريم الغناء أيضا ما... أغنية تموت أغنية تموت أغنية أنا... لا أنا ممكن دير تعقيب على وش كان يقول فيصل ممكن نخرج من المسلسل لكن القصة تاع المسلسل هذه كان نقدر نقراها أنا نجيب رومان قوية رواية نقرأ دركة وما يموتش لكن نجيب القصة هذيك وتبان لي فهمها نفس القصة لكن تحطت في سيناريو وفي مسلسل وتخدم لي روحوا سك لو جوغ دواران على نوي تعال يسمنا خضراء امبوسيبل ما نحاك شغل مخدوم ميم سي او هو اللي كان الروايه افضل من الفيلم على بال لا الكسندر اركادي حاول حاول هو اللي كان عنده فرصه نوال اللي كان عنده فرصه انه يكون يبقى راسخ هو مسلسل يمنع عام اللي فات لانه كان وحده كان هو الوحيد رجعنا للعهد هذاك تاع القناه صح الوحيده يعني صح كان خاوه ثاني خاوه كانش مش خاوه ايضا كان شويه فهمت كان شويه مليح شويه راح صح دوكا يمنع يما دوكا راه ينافس دوكا مسلسلات مازال ما بانش بيان على خاطر دوكا ما راهش واحد وراه لانه علاش خمسه لما هدرتي من قبل قلتي اسرار الماضي كاين بزاف انتقادات اليوم نشوف انا منشورات والله احيانا من ممثلين يعني للاسف يقولوا مثلا اعمال مارك ريباش مخرج اللي نحيوه اليوم يقول لك كلاسيكيات يعني نفس المسلسل يتبدلوا غير ولكن مع الوقت وبعد فتح هذا المجال امام يعني الخواص ما فيش احسن يعني تقريبا جستم انا بغيت هذه فكرت هذوك نسيتها شوفي انا كي نخرج لبرا انا على حسب اراء الناس انا دوك انايا هما الصح هما الصح هما الصح طبعا واش يقولوا لي صح ماشي صح اكيد سغست بروفي صح واش يقولوا لي يقولوا لي نوال وراكي باغ اكزومبل انا ما بين القدماء وراكو كنا نشوفوا لكم مسلسلات ونتمتعوا ومسلسلاتكم نشوفوه مع العائله تاعنا مع بابا مع خويا مع وليدي مع ونضحكوا قال لي دوك المسلسلات يفرقونا نشوفوا نزابي ولا نروح الكوزينه الاخر باباها يخرج تسمع غير دركا شوفوا التليفون دراما دراما ينوال فيها عده انواع كان دراما الاجتماعيه كان دراما البوليسيه اكيد طبعا انا نقول لك شاب يقولوا اكيد هو صحيح انا كاين بعض الالفاظ انا سمعتها في بعض المسلسلات وما عاد نفصلوها فيما بعد ما تبقاش يعني انا مش مع لا لا مش يعني بعض الالفاظ كاين قدام البابات والابن ولا مشاهد الكنه ولا مشاهد يعني كي تقول له نحبك يروحوا مشاهد احنا ما عندناش نحبك في العائلات اول مخرج والمخرج اعتقد والمخرج كتب السيناريو او لازم ياخذوا بعين الاعتبار ان يعني رمضان هو يعني فرصه تجتمع فيه العائله حول الدراما لسه ادري ان كانت تجتمع لحد اليوم لكن ما زالت هناك بعض التقاليد في العائلات وبالتالي فانت تختار المشاهد ولا تختار حتى الالفاظ لان لا يوجد عمل على الالفاظ وعلى ذكر الالفاظ فيصل للاسف الشديد يعني خلال سباق رمضاني هذا سواء كوميديا او دراما نشوف مصطلحات صراحة يعني لا تقبل. بعد مصطلحات الشارع راهي تنقال في حوارات يعني على حاجة ثانية تفضل احمد فلا لا تلفزيون تسمى في الموند كومبلي تريح زعما فيلم سينما تاع سيكوند بلون تسمى ممثل تلفزيوني تسمى ناقص على ممثل هذه كاتيجوري فوا
ومن بعد دخلت لا 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 طوندونس جديده تاع لي فيتون اللي راحوا ديكوباج سينماتوغرافيك، تما ما بقاش كما كنت تحكي على ديكوباج تلفزي باش نحيي بالمناسبه ولا مي سي جوست تكنيك تاع طرافاي تاع رياليزاتور. مي كي نحكيو دركا على لي طابو اكسيتيرا، دركا لا بليبار دي جون فيصل لعبك ظهرت دركا شغل قاعده واحده اخرى، الناس قاعده تخدم على لي طوندونس في يوتيوب على لي شوف التليفون واحد يشوف قاعد يشوف تليفون. تسمى انا توجور نحب نلونسي هاد لابيل بلي التلفزيون كي نخدموا مسلسل انا بار اكزومبل في لي بياس تياترال تاعي نخدمهم انا ندير الحفايس اللي يميزوني انا انت تاكي وجمو فود عندك بصمتك باسكو سي مون تياتر ماشي بدك انا جاي فيصل سي مون تياتر تخدم للجمهور لا جمهور فود دي بوبليك شي با دي لا لا اسمح لي خليني نكمل الفكره وبعد تقول لي سي مون تياتر سي بلي ان بوبليك بريسي انا خيرتها عنده جمهور راني لا كومباني بريفي تاعي ماشي نخدمش في نخدمش تياتر ناسيونال مي نحكي لو جور تياتر اللي نحبو انا ندير تياتر اللي نحبو ولا مي لا تيليفزيون راني داخل عند الناس صح سما لازم نراعي باسكو عادك في التلفزيون حنا درك المؤشر اللي نتبعوه كاع البيبليك صح نخدموا فيط ونبقاو نستناو لي رياكسيون تاع البيبليك والناس قاعده تستنى في لي كومونتير وفي لي باج وكاع سما في التلفزيون سي اوتر شوز كاينه مؤشر واحد اخر عندنا المشاهد هو اللي يعطينا ورانا ندورو جماعه هذه حبيت نونسي لابيل سما اللي حبي يدير خدمه تاعو اللي طابو تاعو يقدر يديرها ويديرها فهم كاين درك يعني فيصل احمد راه يقول باللي السينما مسرح دير افكارك لانه جمهور يجيك وجمهور اللي يحب يشوف هذاك ولكن الشاشه انا عندي تياتر وبيتري عندي تياتر فيه 40 بلاصه نسيب لي 40 عبد اللي انا يجوا لي يشوف البيست لا هو فيلوسوفي انا عندك معك انا معك احمد في جزئيا يعني والمخرج اتفقت معك خلاص لا حلو الموضوع ان انا ولا مخرج يختار جمهوره يعني انت دير مسرحيه ولا دير اي فيلم والجمهور يجي للقاعه اللي يحب المسرح اللي يحب السينما لا غير ذلك اما باش ندير مسلسل تلفزيوني على اساس راح نشوفه في اليوتيوب هو راكم في نفس الفكره التلفزه عندها قواعد بالضبط ماشي اليوتيوب شوف على روحك بصح حتى اليوتيوب عنده قواعد يعني حتى اليوتيوب بعض الحالات يلغي ويحذف بعض الفيديوهات اللي تكون تمس بالحياه او بالتحرض على العصبيه والكراهيه المسرح كاين في سويسرا بارتو فلور لي تياتر تخير واش تشوف مسرح الجيل انا نحكيو في التلفزيون التلفزيون سي لازم نحترموا الخصوصيه تاع المشاهد ونحترموا المجتمع فقط حبيت نقول لكم باللي زميلي قاده بن عمار واللي قدم معايا هذا البرنامج احنا في رمضان خلال شهر رمضان زعما بعث لي اجابه على اساس يدي العلامه الكامله صفر ايضا قاده بن عمار يقول قال لك ماشي خدام او يتبع فينا يقول مسلسل موعد مع القدر 2007 قاده بن عمار تاع 2007 كان مازال مفتاح والله غير قاده خاص كان غير راه معاه على صفر قاده بن عمار لا رانا من 8 سنين لا والله معليش مدوا له 5 لانه شارك معنا هو في المنزل يعطيه الصحه نحيوه بالمناسبه فطورك يا قاده وكل العائله وعلى راسهم الوالده الكريمه ان شاء الله ربي يحفظها لكم ان شاء الله قاده اذا اجابه خاطئه ايضا اسن دير اضافه تفضل كريم احنا بالك اول ما صرا الانفتاح الاعلامي وجات القنوات الخاصه هذه الناس كانوا ينتقدوا التلفزيون الواحد لا يعني العموم يقولوا كانوا اليتيم اليتيم بصح لو كان نلاحظوا العامين الاخرين ولا تاسين كنقولوا مرضات ديال اليتيمه خاطر كاين الاحترام كاين على واش كان تهضر نوال صارت واحد الجراه اكثر من ما كانش الجزائري متعود عليها بالك جاتهم صدمه هذيك ولا يقولوا مرضات ديال اليتيمه يعني كانت مخليتنا نقعدوا مع بعضنا هو صحيح هو الجراه حتى الجراه لازم تكون في الاعلام هي كاين السنسور وكاين الرقابه لا الجراه لازم تكون لكن تكون مدروسه مدروسه على نهضروا حنا على التلفزيون حتى القنوات الخاصه تحترم كذلك مش اكيد ولكن جراه يعني حتى الكلمه أنا قلت لك كتابة السنية وكتابة الحوار ضرورية كان الكتابة الأولى كان الكتابة الثانية الكتابة الثالثة الآن في بعض الدراما من الورقة الأولى أسيا من الورقة الأولى تعطى للممثل يقول له روح مثلا ولا بخم يجي يعني من مراجعة على المراجعة الدرامية كما دير اسماعيل صوفيت وعبد القادر الجري والإخوة نحييهم كذلك ضرورية لأن تستدرك بعض الهفوات تقدر ما تبانش ما تبانش خلال الأفلام واش تقول للممثلين كي ما يتمرنوش قبل قبل لا بريز في التصوير في البلاطو التورناج ما يتمرنوش ما يحبوش يتمرنوا لازم هذه ما يتمرنوش وبعد كي يوصلوا قدام الكاميرا تسيبهم هكا نوال اختياري ياك اجباري لا اجباري كاين شويه على الكواليس هذو تاع يعني يا دوكوا باسكو كي خدمنا مع نصر الدين سيلي نحييه
مخرج تونسي في ولاد الحلال سيتي سي لا بريمير فون سمعنا ديريكتور دو دكتور دكتور واه سي با ماشي هو كان واحد اخر لاسيستون سي با ناسيستون ان ديريكتور دكتور تونسي واحد اخر مخرج واحد اخر اسمه عاطف تسمى هذه مهمته جا سبيسيال ودار ريبيتي تياتر المون ليس تسمى قبل افون واحد دو موا ديجا حنا كان عندنا بروبليم تاع اللهجه سورتو اللي منا تسمى قاعدين نحكيو وهراني وكاع وخدم معنا ديسان في سال دو تياتر ام بعد باش تورنيناهم في ديكوريال هذه لازم في كل مسلسل لو كملينا الفكره قلتي انه انا ما يتمرنوش ما يتمرنوش ولا تصيب الكوميديان انا بابا راني نستنى باه يجوا يتمرنوا لا تكنيك داخله بعضها هذا كيعيط منا هذا يحكي في حياته هذاك دخل روحها في الاكسسواريز كنت مي كاين اكسسواريز انا نستنى فيك باه تجي تمرني معايا ومازال ما كملتش الكمه ايا ساتورن قلت له وي ساتورن وي ساتورن ساتورن با قلت له ما تورنيش وين هذا مش مسلسل يا ودي في كل في كل بلاطو ولا هكذا حبيت ورطها لا كاش في كل بلاطو كاين هكذاك كاع لي بلاطو نوال نقعد معاك ما كاين با لا بين دو ريونير لي جون فو فير دي ريونيون انا هكذا نخدم شو لي غيوني قال لازم بديتي تخدمي الانتاج الانتاج والله غير كاع يهربوا معليش شوف ما كانش يما مرحميني انا ما كانش عندك ماشي مي جو شوف جو توليغ لازم يكونوا ديسيبليني انا اولهم ونتمرنوا وندير لهم غيونيون قال لي الجماعه كي نكونوا بوندون لو تورناج سور لو بلاطو دو تورناج ما نحب حتى واحد يحكي حياته ما نحب حتى واحد يلهي الاخر والسكات دبانه نسبحها وقت الاخضر حمينا وقت محمد سليم رياض وقت فزاز سي تو ديسيبلين لا لا هو حبيت نشير تفضل احمد كما قالت الاستاذ نوال عباك لازم لي زاكتو لا مي كريتيكي والله انا كي نقرا عباك شغل باسكو نحشم ديجا الكريتيك هو عين من تاع الناس لا لا دوك ماشي علم دوك راه ديبا دونك طبيعيات كيف شغل ما يحكيو على الدومين تاعنا كيفاش يولي سيليكتور كيما كنت تحكي على الدوزيام ديكتور ايما كان هذيك الايطاليان تاع لي زاكتور الايطاليان تاع المسرح من تماك تسمع لي فايت ديالوغ ديجا بيان سور تسمع لي فايت ديالوغ هذه سا سي با وكنا نسمعوا كان لي زونسي يديروا عن بليزير فوا نطيح دي برودكسيون كاين دي ليكتور ما يقول لك اكتور واحد اخر يقول لك هذه سا باس محمد حكيت على المخرج التونسي وكاين فريق جزائري متواجد في تونس منذ أيام لتصوير عملين خليني نقول نركز مع مشاعر اثنين باعتبار أنه هذا المسلسل يبث على قنوات الشروق تلتحق معنا من العاصمة التونسية الممثلة سارة العلامة مساء الخير وصحة فطورك مساء الخير آسيا صحة رمضانكم مساء الخير على كل صحة رمضان أقول زميتي كيف حالك لك سارة صحة شريبتكم بالتونسي صحة شريبتكم صحة فطوركم فقط بالنسبة للصوت المخرج حمزة قاسمي يا ريت فقط صوت الممثلة سارة العلامة يكون عندنا في البلاتو حتى أنه تشاركنا النقاش سارة إذن أنت في تونس هذا العام على غير العادات فوتي رمضان بداية رمضان بعيدا عن الجزائر وأيضا بعيدا عن المنزل العائلي بفرنسا هذا أول رمضان لي في تونس اكسيبسيونيلمون باسكو مازلنا نصوروا في سلسلة مليونير ألو أنا معاك سارة تفضلي نعم تفضلي دونك ما بقالناش بزاف إن شاء الله ونكملوا heureusement لي مسلسل مشاعر كملناه قبل رمضان باسكو كنا صورنا اون بارتي منه العام الماضي قبل الكورونا دونك لا دوزيام لا دوزيام بارتي اللي بقات لنا منه كملناها بعد الكورونا و دونك بدينا في مليونير سا سباس ان توكا تري بيان الحمد لله الاجواء تسوى في مشاعر ولا في اكيد تباني فرحانه ساره وقيل لي اكيد تباني فرحانه وقيل لي زيكم له اكيد كيفاش ردود الفعل على الجزء الثاني من مشاعر واش راهم يقولوا كيفاش انتم كممثلين واش راهم يوصلكم من اصداء وايضا يعني المعجبين بكم بالممثله ساره او بحسن كشاش كل فريق العمل شوفي اسيا ما نكذبش عليك اول نقاد شكون هما حنا باسكو حنا في البلاطو اون فوا كومون سا سباس وحنا اول من يقرا السيناريو ونحضروا للتصوير فنحسوا كومون سا با اتر مشاعر هذا العام
كلنا كنا متفقين انه راح يكون من اكبر المسلسلات كي فون ماركي تو لي طون، لانه هذا العام مشاعر حضرنا له في عقلنا، ومعناها السيناريو خدمنا من ليبيزود 1 ليبيزود 20 كما نقول انا سيناريو مخيط. زادوا معنا دي بيرسوناج اللي من الجزائر محمد طاهر زاوي، مراد اوجيد، شهرزاد كراشني، من تونس جات معنا ريم رياحي، وممثلين اخرين اللي زادوا اضافه ثانيه كبيره للمسلسل. صار عمق بلو بروفون، ليستوار اللي بلو كومبليت، فيها سسبنس اكبر، فيها حب، فيها مشاكل، يعني فيها الخلطه اللي يحبوها الجزائريين. ويعني بالنسبه للجزء الثاني المشاعر شفنا يعني الحكاية تزيد تتعقد أكثر وأكثر يوم بعد يوم. رانا نتبعوا في الحلقات الأولى. ربما لفت الانتباه أيضا سارة أنه في يعني بالنسبة لي مغامرة، في رأيي يعني هي مغامرة أنه ممثل يدخل بدورين في عملين يتعرضوا تقريبا في نفس التوقيت، ولكن سارة كأنك اخترتي بذكاء أنه هذه المرة ما تكونيش في العمل الثاني بنفس الدور تقريبا. احنا ولفنا بسارة الفتاة خلينا نقول بين قوسين الدلوعة العاقلة البسيطة، فهذه المرة شفنا سارة أخرى، سارة أخرى تماما، يعني سارة المتمردة المشاغبة. كيفاش جات الفكرة هذه، فكرة هذا الدور، كيفاش غمرتي وقبلتي هذا الدور؟ والله لما عرض علي الدور نقدر نقول لك باللي ما فكرتش ولا لحظه، لانه حكاوا لي على الدور كيفاش كان وشفت السيناريو وحسيت انه هو دور مخالف على زهره وبعيد بزاف على زهره، وكان لازم من كما قلتي كان لازم نغامر باش نشوف لو ريزلتا. انا حبيت دور ليلى في مليونير لانه جديد بالنسبه ليا ودور خفيف، هي اصلا سلسله طريفه لايت يعني خفيفه. وكنت شايفه انه ليلى مش حتشبه زهره ولا في اللوك تاعها ولا في الكومبورتمون ولا في لا مانيير دو بارلي. كما قلت هي صح خديت ان ريسك بصح مانيش ندمان عليه، لانه لحد الان جاوني دو تري بون زيكو، راني فرحانه الحمد لله. ساره ساره ربما هاد التجربه راح تفتح شهيه ساره لادوار اخرى، ربما راح نشوفوا ساره هل راح تكوني في اعمال قادمه راح تشترطي ادوار مختلفه، لانه اكيد من المهم لاي ممثل انه يقدم اكثر من دور، يعني ما يتعودوش عليه الناس في دور واحد. شوفي انا كل عام اللي نخدم فيه حاجه، العام اللي مورا نحب نكون في حاجه جديده ومختلفه، وهذه جو بونس سي لو غيف دو تو كوميديان، يحب يكون مخالف. يمكن بارفوا لي سيناريو تاعو مش يتشابهوا، اما الادوار ما يكونش مثلا فيهم ابداع ولا تكون حاجه جديده اللي انت تقدري تضيفي لها. فالحمد لله انا جاي لوكازيون في مشاعر مثلا بين الجزء الاول والثاني دوري تغير بزاف، استمتعت في اللعب تاعو في هذا الجزء الثاني اكثر من الاول. بعد هذا جاني مليونير مغير ثاني عليهم كامل، دونك جو سوي تري تري كونتونت. وبالمناسبه برك نحب نحيي مي كوليك اللي ثاني بذلوا جهد كبير في مليونير، تو لي تكنيسيان ثاني باسكو رانا نشتغلوا في ظروف صعبه، في انه باسكو رانا صايمين دونك نخدموا قبل الفطور مول الفطور، وكل الممثلين. ونحب نفوت تحيه خاصه لعادل الشيخ، نبيل العسلي، وحسن كشاش، اي تو لي زاكتور اللي راهم معنا. يعطيك الصحة سارة ونتمنى لك دائما التوفيق وإن شاء الله نلتقي قريبا. أنا كنت راح نستنى حتى ترجعوا من تونس إن شاء الله وتكونوا معنا في إحنا في رمضان، لكن لما قلتي لي راح تروحي مباشرة تونس باريس راكي معنا عبر سكايب. شكرا سارة على المشاركة، على بالي راكي مازالك تغناش حتى الآن، يعني ديناك فقط لدقائق. شكرا مرة أخرى، شكرا وبالتوفيق دائما سارة العلامة. يعطيك الصحة آسيا، ميرسي بوكو، تري بون سواري لكل الحضور اللي راهو معاك وكل المتابعين قناة شروق. شكرا سارة. قالت فكرة مهمة سارة، أنه بالنسبة لهذه بالنسبة لها مغامرة ولكن مغامرة مطلوبة. نوال أيضا كنت بعت في حديثك مع زميلي قادة بن عمر، كنت قلتي له حطوني في واحد الدور حتى الناس عمات لهم صح أنا قبيحة. مشي مليح أنه ممثل يبقى في دور يطول يعني لسنوات حتى يولي هذاك الدور كأنه صح.
فريده صابونجي الفنانه القديره اللي نحيوها طبعا ونتمنوا لها الشفاء العاجل. ايضا كانت المراه المتسلطه بهية رشدي اللي نحيوها ايضا، المراه المغلوبه على امرها الام الطيبه. يعني هاد مع الوقت يولوا اكتشافات يعني يولي اكيد اكيد. انا كي ندمتي نوال انك ما كنتيش يعني ما تشترطي ادوار اخرى؟ ما تقدريش تشترطي، لان كي تكلمت ساره العلامه قالت لك باللي ماذا بيا في مغامرات اخرى وادوار اخرى مختلفه، ما تقدريش. ممكن الدور المختلف يكون عنده نهار برك. بصح نوال ساره العلامه في هو بالمناسبه اسياد نفس المخرج، عندما يكون نفس المخرج محمد القوخ التركي هو اللي خرج مليونير هو اللي خرج مشاعر، دونك يعرف الممثله فوالا استطاع داري ينقلها من الدراما والتراجيديا الى الكوميديا. كوميديا يعني كان كوتش اولا، وثانيا ان الممثل المهني ساره العلامه ممثله مهنيه اكتريس بروفيسيونيل تنتقل من التراجيديا زهره في المشاعر الى ليلى في المليونير، وهذا ضروري. وعلى سؤال اسياء مهم جدا، لان الكثير من الممثلين ما خرجوش من الدور تاعهم الاول، هم الشخصيه تاعهم الاقوى. وهنا الخطا، انا ما كانش اختياري هذا، يعني انا اديت ادوار دراميه ونجحت فيها. اكيد ايه نجحت فيها ونادي، ولو كان تكون لي يعني فرص وين نادي ادوار اخرى مختلفه تماما ما تتصورش. يعني انا كان الناس يفضلون نوال زعتر في الكوميديا، وهما يفضلوني في الكوميديا ويحبوني قبيحه. انا يحبوني قبيحه لو غا النظره تاعك يحبوني احمد احمد عندي نظره فيها يقولوا لي في الادوار تاع المراه القبيحه نحبوك فيها متسلطه، يحبوك يقولوا لي فو ريبريزونتي تري بيان لا فام الجيريان هذيك اللي تحكم واللي بصح نوال هنا الدور المخرج عندما يكون ممثل حاصل باقي في نفس الشخصيه، وانا تحدثت مع كثير من الممثلين في الافلام سببهم تقريبا نفس الشخصيه في كل الافلام في كل المسلسلات، يعني نفس الاداء نفس الدور. هنا دور المخرج اللي لازم يخرج الممثل تاعو من الشخصيه من غير الشخصيه تاعو. بالعكس منين ذاك المخرج يشوف ممثل جاهز يقول لك تيان هاو هذاك هاي هذيك هاي هذيك نوال تلعب مرا واعره مرا صار ما هذاك، تسمى يجيبها بلا ما يضل يحوس على ممثله واحده اخرى باش يخدم عليها ويخدم معها. وهذا كسل تاع المخرج، كسل المخرج كسول يحبوا الفاسيل. الجريان فتح تاكسي فون كاع نفتحوا تاكسي فون. ربما احمد مداح لانه تنجح في هذاك الدور، يعني مثلا خمسه نجحت في دور معين يبقى هذاك لو بروفيل دوموندي من طرف المخرجين، يقول لك طونكو الا بيان وي ديجا في هذا الدور خلي نزيد نمدلها تقريبا نفس الدور. هي انا تبان لي كاين بليزير فاكتور من بيناتها. احمد عندك عفوا انا قطعت لك الكلام، كاين انت ثاني يعني صرات لك هذه التجربه نظن في المسرح. احيانا نشوف احمد في المسرح يدير تقريبا نفس الدور. انا تبان لي هي الفاكتور الاول لاكتور ديجا هو كاين اللي يعرف يجيري كارير تاعو كاين اللي ما يعرفش. اون بليس سي با كيسيون ما يعرفش كيما على بالنا كاع الظروف سي دي فوا اوبليجي يخدم. نقول لك يا احمد هذا كلام كبير تجي غير لا كارير احيانا ما عندوش خيار. ودوزيامون ميم رياليزاتور ما تقدرش تلومو دي فوا باسكو كيكون عنده عمل كبير ما يبقاش عباك. حنا با فورسيمون حنا ديجا نحكوا رياليزاتور ديجا لا فونكسيون تاع رياليزاتور فيها تنقال. ما عندناش بزاف رياليزاتور في الجزائر. ايوا ما عندناش بزاف، عندنا دي بون تكنيسيان بصح رياليزاتور حاجه كبيره اللي يخدم على لاكتور ويدي الوقت تاعو في لا سيكونس ويكوتشي لي كوميديان وكذا كذا. كان اللي يجيب واحد ساهل واجد قال عندي بروفيل تاع واحد دير نجيب وحده دير كاريره. حتى في هذا السياق الممثل لازم يقوم بعمل. اي سي تلعب شخصيه حاول تعمل باش تبدل باش الناس اللي كيشوفوك شوف لي شخصيه اخرى. حتى ولو كان المخرج ولو انا مش متفق معك في الموضوع ان المخرج ما يقدرش يتبع كلش، هو مجبر مش لانه هو صاحب المشروع الفني. يفشل المشروع هو المخرج فشل، مش حتى مش الممثل يلوموا الناس المخرج. وبالتالي كل التفاصيل ضروريه والكوش كما قلت. حتى هضرنا مع خمسه على موضوع الاسيستون المساعد. المساعد الاول والثاني والثالث عندهم ادوار في الافلام حتى في الدراما. احنا في الجزائر كثير من الدراما مساعدين يديروا نفس العمل يوجهوا ماهمش موجودين. قلنا لاكتور ديجا كيما راك تقول واحد بروفيسيونيل ممسي على بالنا ما كانش لي شوا. بصح كيما حكيت من قبيل ممسي دور واحد
امبوسيبل دور فيتون هذا شرير دور الاخر شرير يكونوا كيف كيف امبوسيبل ماشي كيف كيف لا ماشي كيف دونك كاين دي تريك ملامح باسكو انت الشخصيه حتسلف لها الكور تاعك يبقى هو بيان سور فلان فلان بصح كاين تفاصيل اكيد ماشي نفس البيرسوناج تفهمني في لا كاين مزال ممثلين ما غيروش ما حبش نذكر الاسماء نذكرها فيما بعد كذلك فيصل تقول لهم تذكروا الاسماء وانت مش حاسس لا لا مش وفرحني على بالك راح يبدا هو يتحفظ لا لا تحفظ فيصل جاي وسبق فيما بعد فيما بعد لا لا ملامح ملامح الوجه كاين بزاف ممثلين تذكر فيصل ما يغيروش ملامح الوجه قلنا بلي شعارنا ما تخليهاش في باهية رشدي مثلا نعم نفس فنانة القديرة باهية الفنانة القديرة محترموها راك تتكلم عليا ما يتكلم عليك لا لا ما يتكلم عليك تتكلم على مثلا قلت لك حشمت فيصل لا 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 ولا غرقولها لا لا مش عليك مش عليك باهية رشدي مع احترامنا طبعا احنا ماناش نقصوا من القدرة تاعها والقوة تاعها الفنية ولكن تعب الوجه ما فيش ما فيش عمل تاع لان انت المخرج كيدير الكرون بلان كيدير يعني الصورة الكبيرة تاع الوجه لازم الوجه يقول لي حاجة اذا كان الوجه عبر لي نفس نشوفه في الحلقة الأولى والحلقة الأخيرة بنفس التعابير يعني ما والله يضحك ويبكي مشهد فيه الفرح ولا فيه الحزن نفس التعابير نفس تنسى تعابير الوجه كان ندير نفتح قوس على تفضل كريم سكوب باهية رشدي ملا لي أول مرة راح تلعب دور بوم على باليش اسكو لعبات قبل ولا كان مين في سبع حجرات خدمة دور تاع الأم الوعرة لي أول ما عبيش اسكو لي أول مرة ولا لا هي لعبت قبل دور أم صارمة يعني نعم هذه واحد الصرامة حتى اليوم شفناها في الحلقة الحلقة الرابعة من عاشور العاشر طبعا إيحاء كبير كان دور مختلف أيضا دور مختلف كان أنا توجور نعود نولي تاني أنا البروبلم تاعي مع الأكتر فرسكو أميتي هذا يدي كنت أمن بلي أميتي لازم تخدم على يا إمام ممثل يا إمام مش ممثل لا كيبا هي رشدي لعبة واعرة أنا تلعب عاقلة كاين فنان القدير فنان القدير سيد أحمد أقومي في كل مرة نحكي معاه نقول له أحيانا شاركت في أعمال تمنيت لو ما شاركتش فيها يقول لي لا أنا نمثل الدور اللي مازال ما قدمتوش في ما كارير حتى يكون دور صغير حتى يكون عمل صغير ولكن بالنسبة لي هو تجربة لهذا هو إضافة فلما سادنا يعني سيد أحمد أقومي يفكر هكذا فربما في مصر في مصر كي يجبدوا على عادل إمام وش يقولوا يقولك من هو الممثل الوحيد الذي لعب جميع الأدوار هو عادل إمام تراجيديا سمحني فيصل كيما نحكي على عادل إمام كاين دي زاكتور اللي هما خيروا كارير ان كوميديان تيبيك كيما عادل إمام اللي دار عادل إمام يبقى عادل إمام خلاص ولا في راسو سي بون وكي هضرنا على عادل إمام ويتباع عنده أمارشي خيار مثلا مستر بين في بريطانيا يبقى بالكوميديان ما راحش للتراجيديا وكي حكينا على عادل إمام بما انه فتحت القوسين كريم احمد مداح يعني الفنان المصري عادل إمام عنده فريق عنده كاتب سيناريو عنده اللي في الإعداد عنده تيم يعني فريق كامل وين ما راح عادل إمام يكون معه كأنه أحمد مدح أيضا عنده فريق في التلفزيون في الدراما يعني في الأعمال التلفزيونية كأنه في فريق شو كي تحكي لنا على لي نور معك شو التلفون أحمد مدح أنا سؤالي بنكون واضحة لا محاكمة ولا وراني ننتقد فيكم بالعكس دايما نقولوا الليكيب اللي تلعب مليح وتربح هي فريق رهان مليح يعني فالليكيب تاعكم كادر جريول نوجه له التحية ورمضان وكريم خاسانية أيضا وكل الفريق سوداني أيضا ينضم لهذا الفريق ونحييه مصطفى العريبي سهيلة معلم يعني هذا فريق شاب وفريق ناجح وأثبت نجاحه في أكثر من تجربة فأكيد ظاهرة صحية ولكن في الجزائر ما نعرف كاين أكثر من إيكيب ولكن إيكيب واحدة أيوة شلالية باسكو تتعرفوا باسكو تتثقوا بعضكم بعض احنا عندنا درك واحد عبك هي الدي بي اللي واعر تاع شاك برودكسيون صوت الممثل كي يوصل البلاطو الدي بي واعر توجور ما تعرفش الناس ما تعرفش احنا مع هذا الفريق سي بون سا باس اي وي كاين وبغي صاحبك بيناتنا مبانش لازم واحد يحضر لي باسكو نجحوا ثاني نجحتكم ماشي غير نجحنا بيناتنا ما كانش هذوك لي بارير تاع
واحد بارسيو ديفو على بالك تخدمي برودكسيون كل واحد يضرب واحد ما عندناش هذيك نخدموا ايكيب بور لو بيان تاع بصح احمد احمد لوكلون على قضيه العصبه ولا الفريق تنجح مره تنجح مره لا تنجح تنجح فيصل لا سمح لي اسال لا ما اتفقش معك ما اتفقش معك يعني بعد نقول لك علاش فيصل انا ما نحكيش يعني من فراغ كاين تجارب في سوريا لما تقول ايمن زيدان عنده سون كلون لما تقول سلو محدد عندهم عنده سون كلون اي دي كلون لي فاتو 20 طون يعني ماشي دي كلون عندهم لا كانوا عفزاز كانوا يقولوا علينا دي ان كلون الان كاين منتج كبير فيصل دقيقه فقط كاين منتج كبير معروف في لبنان اللي هو جبل سنان الان عنده كلون في الخليج كلون في لبنان كلون في مصر وراه يدير اهم الاعمال الدراميه كل سنه انا 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 سامر البرقاوي ايضا الصباح ايضا لا انا في رايي متمسك برايي النجاح ما يكونش دائم مستحيل لان بعد فتره من سنه ثلاث اربع سنوات الفريق اللي يكرر نفسه يولي يكرر نفسه هل كرر ايمن زيدان نفسه هل كرر سلو محدد نفسه لا ما كررش بصح ماشي معناتها هم منتجين ينجحوا يدخلوا كلب جزائر اكيد لا ما راحش يفوت بابور اللوحه العام كان حيفوت لو كان نشوفوا اسبوع يبقاو انا عرفت انا مجرد رايي انا مجرد رايي الشلاليه لما تكون ايجابيه مش اقصائيه لما تكون ايجابيه لما مش قصدي فيصل يعني شلاليه ايجابيه هاد لي جون يعني يتفاهموا مع بعضهم يقدموا الاضافه ابعد من هنا المجموعه تاع اخونا احمد كامل ما شاء الله عليهم صحصح وربي يدوم المحبه ان شاء الله من ذاك نشوف ممثل منهم طايحين عليه ولا عنده مشكلة نشوف كل يخرج بكل بطولة يهضر ويدافع عليه هذا موقف مليح تحسب حاجة إيجابية أنا واش حبيت نضيف للآسيا وفيصل مشي بالمفهوم تاع الكلون اللي نعرفه قلت لك باسكو علاه فلار اون جينيرال ثاني في كاع نحكيو على التياتر عباك سي دي كومباني اللي طلعوا لي نيفو هذه معروفه دركا نروح في كولوار باغ اكزومبل تحت النجاح ان ستيل تاع لي فيتون انا تبان لي ميم سي بابور لوح ستين سويت ماشي ديال لوجيك ديريكت مي في الميم اسبري نتمنى يعني يكون خير من ولاد الحلال هذا هو التحدي اللي ديناه ديال ديبي تاع نديرو بابور لوح وشغل اشاك فوا نوصلوا برا هذه صعوبه جسمع لا فهمت صديقنا دوك فهمتك علاه هو عنده الحق لا لا من جانب عنده الحق تعرف علاه دوك كي دير ولاد الحلال ومن بعد دير بابور اللوح افيك لا ميم ايكيب يولي الانتاج يتشابه بعضه وبعض يتشابه ولا شي يتشابه لا ولا غير يتشابه حتى يولي ملل تاعنا عند المشاهد انا لا ولاد الحلال ما على باليش بصح على بالي تجاريا لو كان ما جاوش ايكيب كان تجيهم ديسيبسيون فيفشل يقول لك خطايا ما خدمنا نجاح كبير فنيا نجاح كبير الجانب المادي مع بالي ما كان حتى شيء ما كانوش يديروا وهذه مش جديد على فكره بالك نقدروا نبدلوا كلمه كلون باسبري ديكير لا حبيت نديك حاجه برك تفضل بون حنا ديجا تلاقينا وكان رينيو حنا اللي سول اللي ما درناش سيزون 2 تاع ولاد الحلال وكان كان اكبر نجاح والناس قاعد تستنى لا كان فيه مشروع هناك مشروع لا ومن بعد الدنيير مينيت سيتي علاه ما درتوش مشروع ما سيستاوش باسكو علاه صرا ديجا مشكل ديجا حكيت لك مشكل تاع الفينونس تاع ديجا الان كان فيه بروبليم اون بليس ثاني ميم ارتستيكمون ما تقدرش تستثمر في النجاح اللي عندك باسكو دو مضمون صارت تجربه في الخاوه خاوه 1 و2 صح انا تبان لي انا رايي الشخصي توجور سيزون 2 يجي ناقص هذا رايي مش بالضروره بالك تجاريا يكون خير تجاريا بيان سي ريسبونسور بصح ارتستيكمون توجور لا لا هما تعرف احمد المواسم تاع الدراما ولا حتى الكوميديا كاين فريق كبير من السيناريست يصلح في بعض الحالات في بعض السلسلات الامريكيه والبريطانيه والاوروبيه حتى 50 سيناريست حتى باش يجددوا الافكار على ان الصعوبه في عدم تجديد الافكار وتجديد الوجوه المشاهد يقدر يشوف لهذه السيري لودغوس كما قلت نوال كاين فريق يتبع يعني الجماعه تكتب الموسم الاول الجماعه الثانيه تكتب الموسم الثاني يبقى مربوط باش يوصلوا شاب ايبيزود رياليزيها واحد يعطيك الصحه المشكل ماهوش تغير الافكار والنظره انا نفضل يكون كيما دالاس
كيما لي في دلاموغ اون سويت ماشي سيزون 1 سيزون 2 شفناها عربيه انا نحب هذا شفناها عربيه النوال في باب الحاره باب الحاره راني وصل الموسم 11 اكبر مع ان ما كان حتى واحد يلومك على انك تتغاردي لي ميم بيرسوناج النوال منتج باب الحاره كان واضح لما وصل جو بونس اظن الموسم الخامس بداوا يعني انتقادات وبداوا ايضا ينسحبوا ممثلين ويعوضهم بممثلين اخرين فقال لهم بصراحه يعني الهدف تجاري فوصل حتى ال11 لانه ام بي سي كانت تراهن عليه كان لو ما اثرش لمجرد ما يغير الشخصيات ما اثرش على المنتج لانه كان خد درامي على خاطر ستيل سويت كان خاطر درامي كان مشروع فني واش قلت على على كل مره على كل سيزون 1 سيزون 2 على كل مره دقيقه برك مع انه يا فيصل باب الحارة عندما نجح شفنا أعمال أخرى ظهرت قلدته يعني تقريبا مسلسلات سورية سيتي لاندونس على البيئة الشامية والأعمال البيئية أيضا أحمد مداح ولاد حلال شفنا العام اللي وراه أعمال قلدته العمل بزاف فيصل مثلا عمل قلدته ولاد الحلال نعم العام اللي فات العام اللي فات ما كان العام اللي نفس العام نفس العام العام اللي من قبل بالك ماشي العام اللي فات هرب لك خلوه لغز خلوه لغز مخرجنا حمزه قاسمي يحاول هو ثاني تشارك يقول لي مسلسل البدره مسلسل البدره واش ما عندوش علاقه قديم قديم حمزه صفر البدره بدا في وسط التسعينيات ايضا الصديق المخرج مؤنس خمار نشكركم على النقاش مؤنس غاب منذ فتره قولي المؤنس مؤنس انا نحكي عليه والله الشهاده لازم نحكي عليها تحيه المؤلف خدمت معها خدمنا معها كوم دوزيام رياليزاتور في كونفينمون انا بور مو هذا البنادم من ديكوفرت والله سانسيرمون مخرج لا لا مخرج مخرج يعني مخرج بالمعنى يعني دون لو سونس الايتيمولوجيك دي تيرم ابداعي ويبدع خلاص ومونس خمار عندنا كي نشوف اعمال اللي ما فيهاش كاين مونس خمار اللي هادو العباد اللي حبيت نشوفهم في الدراما يدخلوا باسكو سي دي جون دو سينما يعرفوا سي كوا سي كوا لاسبي دراماتيك في لي فيت هادو يعرفوا مونس خمار و واسمو تاع العاشق عمر سي فوضي عمر سي فوضي هادو حبيتهم يدخلوا باسكو نسحقوهم على قلت لك في تونس باغ اكزومبل في تونس الناس اللي رفضت الدراما التونسيه دنيير مولاد مفيده وروا سي دي جون تاع سينما صح نحاو كاريمو العباد ما سي با نحاو دخلت اون فاك اللي جايه من السينما اللي كانوا يشوفوا في لي فيطون باللي تاع رمضان وكذا ودخلوا الاودي فيزيال هذا في التلفزيون جو فيدير خلقوا النوع تاعهم لا لا هذه توندوس موجوده احمد في التطبيق في البلاتفورم يعني كما نتفليكس الان تقريبا كل الدراما تخرج بجانب بالنظره السينمائيه كانه فيلم مقطع الى حلقات وهذه توندوس مونديال يعني عالميه فيها اخراج فيها العمل على الاضاءه فيها كثير من الامور وحبيت نهضر على مونس خمار لانه نحيي بالمناسبه صديق مونس صحفت ورك مؤنس نزلنا ننتظر فيلم طويل ووعدنا بفيلم طويل نقول له مؤنس اين الفيلم تاعك الطويل لانه اخرج الكليب تاع ورده الله يرحمها ورده الجزائريه كان جميل جدا عمل جميل جدا الايام وخرج كذلك شريط قصير لو باساجي اعتقد الداني باساجي الداني باساجي في انتظار الفيلم الطويل تاع مونس خمار حبيت برك نروح النقطه انه احمد اللي ما يعرفش احمد في المسرح احمد والف بهذا ليسبري تاع ليكيب ايضا في التعاونيه صح احمد تعاونيه كان خدمت معك خدمت معك خمسه ايضا عندي باسكو هذا علاه توجور ايكيب هذا الدومين تاع ايكيب صح ما اللي حب ينجح في المنافسه الفرديه يروح يجري خدمه ايكيب الدومين تاع ايكيب انت ما تقدرش تخدم وحدك فوالا الدومين تاعك وايضا نوال حبيت لانه فتح القوسين فيصل بما تروحناش الافكار كنت لقيت الفنانة القديرة فضيلة حشماوي اللي غاضتها بزاف انه كونفينمون فات شي بلاتفورم درك باه تقنع انتم جيل جديد نقولوا لا توندونس الان حتى ام بي سي شفناها كاين اعمال وين تقول لك روح لشاهد يعني ما كانش على ام بي سي في لا توندونس امر واقع ولكن قنع انت جيل كامل انه يشوفوه الناس سوغ بلاتفورم ما يكونش موجود في الشاشه تقول لي فضيله حشماوي انا غاضبني ديما هذه اللي درناها باسكو العام اللي فات حكينا على كي كرياو مع اريد ويارا وكاع
باسكو دركا بك انا من الناس اللي تعرفهم الناس كاع عندها كونت نتفليكس في البورطابل اكسيتيرا مي مخرونه بحاجه لا كاليتي انت يتبع النجم يحبو من بعد انت يقول لك تشوف تيم حسن بار اكزومبل يقول لك راح شاهد في اي بي وين تخلص بليس وكاين هم يديروا لي شيفر تاعهم يافيشيهم قبل دايره في انستغرام تيم حسن وصلوا لي شيفر بيزار مي مقرونه بلا كاليتي وكيف يسوقوا النجم تاعهم حنا ما عندناش المارشي توجور ما قدرناش نوصل تيم حسن في مسلسل انا انا اللي راهو انا عندهم دي شيفر عبك في بالك تلفزيون ما داروهاش مي سي سي بي وغاليه شاهد سي با على بها سكسيت انا الفنانه القديره نوال زعتر انه فنانتنا فضيله حشماوي نقولوا لها رمضان كريم هي والزوج الكريم عم ابراهيم تقول لك انا ما نستعرفش مثلا بهذه البلاتفورم تقول لي يا بنتي انا ما كيفاش نشوف روحي كيفاش الناس يشوفوني نقول للناس عندي مسلسل ومن بعد ما يقول لهم روحوا للبورطابلاتكم تفرجوني دونك هل فعلا راح نوصل لهذه المرحله هي هذا النقاش موجود هذا النقاش موجود حتى في اوروبا اكيد طبعا نوال قبلي تشاركي في عمل وهذاك العمل يكون عمل قوي جدا يعني فنيا وتقنيا ولكن والله يا نوال شوفي في تطبيق لا 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 ابدا والله ما تدخل مخي وانا نشاطر الراي فضيله الحشماوي انا نحس نفس الاحساس يعني ما نقدرش انا انتاج قجا انتاج تخدمي وتتعبي وكذا ويبث في الهاتف وكيقولوا لك بلي يا نوال دركا رانا في وقت نسب المشاهده يا نوال مازال الوقت مازال الوقت ماذا بيا انا ماذا بيا لو كان قعدنا قناه وحده عندنا والله بصح قول لها في الشروق اسي كاين كريم جانب بيا بونشي انا في هذه ما لو كان يقول لك بلي هذه راح ريكوبيري دراهم تاع لا برودكسيون وما كانش راح ما يخمم كمنتج او يخمم برودكسيون لا هضرت وقلت لك راح نقول لك ما كانش كاين اسانسور هنا ما تلقاش بيان سير ما كان ولا هنا متعاملين متعاملين ما كانش تنصير تطبيقات سي سي ما كانش يعني لا باسكو اذا كان تاعك بلاتفورم شكون اللي سانسير لا لا نوصل لك الفكره لا ولا باش نقول لك سكريبت قبل ما نبيع المنتوج يقول لك سكريبت نوال يعني اذا رحتي في مشروعك بعيد باذن الله طبعا اللي يكون مدير تجاري كريم القاضي لا لا تفكروا هذا يخمم غير في الفلوس فهمت معاها لا 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 والمنتج انا بدلتك انا دوك راك تقول باللي يقول لك مشروع يدخل لك دراهم كبار هو ماشي مساله دراهم برك ماشي مساله الفنان كيف يخمم فنان يخمم في جمهوره يخمم في المشاهد ما يخممش فقط في لا لا فضلي نوال عبر على شعورك خلوها هكا نوال لا والله ما انا بالنسبه لي والله ما هي مساله فلوس على بالك باللي انا جوسوفخ اتالم كي يهضروا على الدراهم بزاف ما هملوا الجانب الفني المعنوي ولا الابن مع باباه دراهم ويقدر يقتل باباه على جال دراهم عصر المادة صح نعم مانيش حملة نوال نقول لك حاجة أخرى آسيا ولو كان نقول لك بلي هنا يا نوال راح يشوفوك الناس أكثر من التلفاز ما يهمنيش انا يشوفوني غير الجمهور اللي يحبوني لا هي لان وعلى قلت لك لان اسيا قلت لها كي بوزيتي لا كيسيون قلت لها راح يشوفوك في الهاتف وبصح الهاتف هذا راهو اغلى من تيليفزيون تعتقد البروجي في التلفزيون تعتقد البروجي في التلفزيون بصح تشوفوا وحدك في التلفزيون لا لا نحب نفس الطريقه عشان كيف عبر قنوات والكاميرا اللي يتفرجوا تعيشوا مع العصر تعيشوا مع العصر اسيا لو سمحتي هو الفكر النقاش في رايي الذي يجب يفتح ان يفتح هو ان الدراما الجزائريه لازم توصل لهذه البلاتفورم انترناسيونال كما نتفليكس وباش توصل لها كدراما المصريه موجوده التونسيه المغربيه اعتقد السوريه لا اعتقد مازال اللبنانيه الجودة ماشي الجودة تفضل احمد انت عندك تجربه كونترات نتفليكس انا نعرف دانيال مونك في المغرب وصل يخدموا بهم يتعاملوا بزاف مع سورتو نتفليكس اللي كاينه بزاف
كي نحكيو على مجتمع ومحافظ وليتام نتفليكس سي اوتر شوز طبعا عندهم صح. دي كلوز لا لا تسينيها في كونترا دي كلوز وين انا نشوفو يعني الاعمال كي تشوفها نتفليكس اعمال تاع المغاربه وتاع الاخوه التوانسه في نتفليكس كاين بابيشا تاعنا تما بابيشا كاين اللي قلت لك عندهم دي كلوز تاع نتفليكس فرنسي جزائري هي لا بلاتفورم عندها توجهات باينه محدده لازم تمشي فيها هو المول سي تو طافي نورمال على قلنا نكريو حنايا اون بلاتفورم تاعنا بالمعايير تاعنا صح احمد انا باه نبسط الامور والمشاهدين راهم يتبعوا فينا كيفاش تقنع المشاهدين من اللي مازالهم يامنوا باللي اون برودكسيون تتشاف في التلفزيون بصح راني تتشاف في اليوتيوب يعني وان بيبليك لكن يا كريم الوالد او الوالده علاش نديروا لها في اسمح لي كي نبارديين يا المشاهدين في اليوتيوب كي نباردي 1000 ان بيبليك تاع التلفزيون ونربح نضيع 1000 ونربح مليون انا كي نخمم في الارقام ما نفس البيبليك سي خلاص ما كنتش فاهمني مد لك 5 دقائق يا تقنعنا يا ما تقنعنا لا انا ماشي كنقنع انا ماشي انا قنعنا مارتي جديد اللي فرض روحه مارتي جديد اللي فرض روحه يا نركبوه يا ما نركبوه جماعه رانا في ديبا درك نحكيوا على اسم حمزه حمزه نوال واحمد مداح الان مقابله يعني قنعنا انا نطرح سؤال بسيط دقيقه فقط كريم وطرحه لازم هو يقنعنا نحكيوا على حاجه رانا نحكيوا دركا اللي انت شوفي ما جاتكش بلي قرف باللي يتقاس جوده تاع العمل بالنسبه لك تهضرش معنا احمد تهضر معنا قنعها انت هي في راسك اسكو جاتك نورمال دركا الجوده تاع العمل باللي مليح ولا ماشي مليح خليني من لي ريفرنس اللي كتبوهم الناس اللي يعرفوا يتقاس بشحال نشاف النوبر دو فيتا والله ما تهمني سي انت ما تهمكش دوك نقول لك انت ما عشتش الفتره تاع تاع انا ما نش نديفوندي على اليوتيوب حبيبي ودير فيلم انا كريم صراحه ما دخلش كريم لا هو مبرونشي 5 دقائق سي هو انا 5 دقائق واش انا دوك خليني نهضر لك درك انا عندي هاتف صدقني وعندي 3 والله نستعمل ما تيليزيهمش ما انا تيليزيهم نهضر مع خاوتي خليني نهضر نقول لك حاجه اخرى ما نزيدش شوفي انايا انا قديمه انايا ماشي كيسيون قديمه نو ماشي كيسيون قديمه انايا دركا نوضوا هذا نحاول قلت لكم الحصه اللي فاتت بعدو انا اكتيالمون واش ندير مارشي اللي تفرض يا نركبوا فيه ونجحنا يا انا نحكيو على سينما صناعه ونخدموا طول العام ما عندناش حل ابل لي بلاتفورم شوف نعطيك مثل فلازم الاقناع لازم الاقناع الناس عندك والديك ما داروا خليني نعطيك مثل تجوكر كريم مثل خليهم انت عندك والديك ياك عندنا كاع والدينا انا يما وكذا يما كانت تروح الباريه غدو عندك تقول لهم ندخل لداري ندخل لداري ايه ما تحبش تقعد كي تجي للجزائر تدخل دارها ولو ان تي شي سوا ميو ك ان غران شي لي زوت وين نوال تعرف واش يقولوا المثل الشعبي تعرفي بالك اسيا يقول لك قديم حبو انت جوكر فيصل ما جوكر راني سكت كريم عندي جوكر قديم حبو انت جوكر تاع نوال لا لا انا مانيش قديم حبو واش جديد حبو لا لا انا نوال انا نشوفك شويه نوستالجيه لا لا هي اعطيني زوج دقائق اسيا نقنعها يا جماعه بيكون نقاش هادئ المشاهدين اللي يتبعوا فينا قلت لكم بلي كاين منافسه احمد اللي قال لنا لا انا مديت لي زارغيمون تاعي خلاص احمد انتهت المهمه تاعي انا كممثل جون واش تهمني ما نخدمش بروجي في العام نخدم عام كومبلي خير ما نخدم بروجي العام ويجو تيليفزيون خلاص هذه لا فيرسيون تاعك احمد مدى نوال اقتنعتي ما اقتنعتي اساس ما انا ما نقتنعش خلاص دوك شوف هذا واش قال لك هذا اعطيني فرصه واش قال لك هذا قال لك الفلوس والاخر قال لك يشوفوك العالم كومبلي يشوفك انا يشوفوني الناس اللي يعرفوني بركات ديري لايف فيسبوك نوال اعطيني دقيقه حاجه الاولى لي بلاتفورم وشي تشوفها في اي وقت نوال ونوال انت فنانه كبيره مبدعه عندك ناس بزاف يحبوك وعلاه تمنعي ملايين الجزائريين انهم يشوفوك تحرميهم تمنعيهم ما يعرفوش يشوفوا التلفزيون هما راحوا من التلفزيون لا لا يرضوا انا اللي يقعدوا هما اللي يشوفوني دوك نقول لك انا تشوفني انا تشوفني هذيك العجوزه هذيك اللي قاعده هكذا قدام التلفزيون وان بلوس قبايليه ونحيي القبائل كلهم يحبوني تعملها تشعل التلفزيون تعملها تقول لي يما تموت عليك مرة كبيرة وما تخرج
تعملها هذايا ناول زعتر تقولها لا لا ما كاش طفي بدل 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 انا هادو اللي نحبهم يا ناس واش انا وين تعرفي تفضل فيصل اشياء كبدت لي بلاتفورم نتفليكس وغيرها البعض قال ستقضي ما تنجحش اولا راهنوا على الفشل البعض قال انها ستقتل السينما لم تقتل السينما قاعه تزاد مفتوحه البعض قال انها ستقتل على التلفزيون لم تقتل التلفزيون يعني لكل جمهوره اضافه لي بلاتفورم عندهم جمهور تاعهم عريض عريض كما قال احمد وانا متفق معاه التلفزيون عندها جمهور تاعها هناك من يفضل مشاهده المسلسلات في التلفزيون وهناك يشاهدها في البلاتفورم كلها موجوده صح هذه العجوزه واعطي لها بورطال وقول لها مش فقط يعني تروح للعجوز مثلا انا نهضر على روحي احيانا لما تبع قناه ويديروا برومو تاع مسلسل يبان مليح واللي فيه ممثلين معروفين وكذا والقصه مليحه بعد نلقى من تحت تابعوا على كذا نقول لهم شفت انا ثاني والله شفت ما عندناش الوقت انا نتابع البلاتفورم عندك الوقت فيصل لا عندنا الوقت نتبعوا بس باش لي توندونس مونديال باش تعرفي الاتجاهات العالميه في الفن عندك في اي وقت السينما في الدراما مجبر باش تتبعي تقريبا يوميا بصفه يوميه باش تعرفي ما انا بحكم العمل اكيد انا مجبره والله لكن كي نحبوا لي جوار تاعو انا بار اكزومبل نعطي لك برك اكزومبل عليه توجور لا يديروه سيكون بلون لي كي نحبوا لي جوار نحبوا كريستيانو ونحبوا هادوك لي جوار ومام اللي تاعنا تاع الكيب ناسيونال يلعبوا علاه يشرو كاع الكارت بي ان سبور ويخلصوا وي صح ويشوفوا لا عبك تشامبيونز ليغ انا كي تشوفوها في القهوه تقول شو الايفينمون شو الايفينمون يخلصوا لا احنا ماناش الخاصو انا نشوفوا كلش ما نحكيوش على مين نحكيوا اكثر من هذا المنطق اليوم معظم التعليقات كي خرج باللي قالوا بابور لوح يفوت في التطبيق كامل معظم التعليقات كيفاش انا دوك نخلص باش نشوفه كيفاش انا هنا شوفوا في الوقت الحالي حب الممثلين هذو اكثر معليش الماليه والناس ماهيش تخدم بزاف هي النقاش بس على البري سامبوليك هو النقاش غالي بزاف واش غالي بزاف ماشي غالي نخلص اخويا هاني خلصوا مليون نشر في نتفليكس علاه نديروا هو شوفوا النقاش دعم للممثل باه يبدع هو يفرض نفسه كيما اسمح والله غير نزيد هذه خلص عليها صاحبي بزاف صاحبي او في الدومين تاع لي سونتر عبك مساكن يغاليريو لو كان عندهم لي بلاتفورم هادو اقسم بالله ما يعيشوا ما يبقاوش على شاك فوا يتخبطوا مع ليديتور يتخبطوا باش يدخل الاستوديو لو كان عندهم لي بلاتفورم كاين جنب الارتيست خلص عليه على تروح يوتيوب طلع الاغنيه باطل بالك اثرنا نقطه مهمه بالك اسمح لي بالك اسمح لي بالك مع المستقبل مع الوقت ان شاء الله بدات تغير في رايي ماشي نغير بالك تكون انا هذه خلص عليها وكذا ما كنتش نخلص والله انا حبيت ندير تعليق فقط والمخرج تفكرني فيه شكرا احمد احمد عفوا حمزه قاسمي احمد بخليلي يعني نهضر عليها صح رمضانك احمد ايضا لما كان معرض الكتاب فيصل وانت على بالك ولما جات الكوفيد مستحيل تنظيم معرض الكتاب راحوا البلومبي اللي هو تنظيم معرض افتراضي باه نطلعوا فيديو تاع 15 سكوند ما يطلعش كيفاش ففيلم هذا مشكل واحد اخر لا مشكل على الكونيكسيون انا نحكيو على الكونيكسيون على كل شيء حتى الجوده اسيا كما احنا في الموسيقى مثلا فنيا لي بلاتفورم تسمع جوده خير احسن ما تسمع اليوتيوب تسمع تحس باللي الموسيقى تاعك والماسترينغ والميكساج يخسرك تلقى حق وتسمع وذنك ترتاح كي تروح في لي بلاتفورم كي تشوف كاليتي هذيك ليماج المليحه الصون الخدمه يعني كاين عمل كبير وي. ما تشوقنيش لا انا نشوق وبالمناسبه انا اليوم عيطت لي الوالده تاعي قالت لي البارح فات معك نوال زعتر يما في عمرها 80 سنه شفت شفت المفاجاه وين شافتها باساج بارطاجيناه في الانترنت في التليفون شافتك في التليفون شوف تاع خويا قلت لي سلم عليها قلت لها نضرب بسيلفي ودير لك ديديكاس ديرها ديديكاس قول لها ربي يطول اسمها ام كريم او كريم البهجه البهجه السميه على الزاي يا ام كريم رمضان مبارك ويعطيك الصحه وربي يحبك كيما تحبيني وكملي حبيني انا حياتي كامله نوال انا حياتي كامله وانا نخدم ما قالت لي ما تعرفش بيك كي شافتني ما قالت لي الساعه درك راك وصلت نوال سؤال برك انت كمنتجة مستقبلية منتجة شابة ماشي هنا نوع كي ديري انتاج جديد مسلسل ولا فيلم ولا ديريه في التطبيقات ولا ما ديريش في البلاتفورم انا هاني مانجر تاعك ما على بالكش
اعلى بس راك تقول عندك الموديل الايكونوميك يعني النمط الاقتصادي نستعمل هذه الوسائل انا نستعملها هو كما قلت لازم هو امر واقع وكما قال احمد ايضا عنده الحق لازم لو برومي با يعني الخطوه الاولى لازم نديروها او دارها دارها وداروا كونفينمون وكانوا الناس في وقت الحجر الصحي يعني كانت اون سيري اللي يقدروا يشوفوها بحكم عفوا الاجراءات اللي كانت كل الفنانين عملوا هكذاك في الفيسبوك الا احنا ما ان شاء الله ان شاء الله هذا كما قلنا موضوع شائك وموضوع مهم وفتحنا اليوم زاوية في هذا الموضوع وإن شاء الله مع الأيام تكون مستجدات نروح فاصل نشوفوا مع الشبكة الرمضانية للشروق اللي شارك فيها كريم الجان كما قلنا الكليب لمتنا تحلى مع شبكة الشروق الدرامية والكوميدية إذن عدنا بعد هذا الفاصل لمواصلة النقاش قبل ذلك لأنك راك معنا أحمد وحكينا على الفريق الشاب اللي راكم كيف كيف منذ سنوات معك محمد خساني اللي عنده في الشروق العامة سلسلة خالي وأيضا في التسعين ربما نشوفه معايا زينو وزينو نشوفه برومو خالي ثم نعود للنقاش راني مول لي الوهران وكي راني زعفانك خليت اجي وجيت متغربه انت من موت انا ميرين وانت هي من موت انا في عين ايا ها والله تري مؤثر تاع انستغرام وغادي مؤثر غادي نعطر فيك زعما راني ضايف نعطر غير في خدمتك ما تخليهاش طالعه هبطه ومن بعد اثر في الناس بنتو حشانوني نبكيكم ام بيبي انا وادي بكيت تاع بيبي عندي واحد الزهين والله لا يبكي لابو تاعك يبكي رنني رنن نادي راك من خبطها برنني جديد رنن غادي رننها راني هاول هاي من ناردي شوي على بالك تقول لي شبيت خطبني المرأة لازم تحس روحها قدام راجل النوم ولا دا ينفهم بكري البنت اللي كانت كل صباع بصناعي الدواء ودكاتك عندها بزاف لي جامي الدواء شاب مصاري صغير مصاري مزلوط مصاري ما عندهاش مصاري وهذا خبري فرح بيان سيو ايوه ها والله والله غير كيف 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 والله لا كيف كيف لكن انتم تفضلون كفار تشابوا والله لن تشابوا خالي في موسم الثالث يوميا في رمضان إذن كان هذا برومو سلسلة خالي اللي يبث هذا الجزء الثاني يبث على الثالث اللي راهو يبث منذ بداية الشهر الفضيل على قنوات الشروق علاش اخترت برومو خالي اخترت برومو خالي لأنه حبيت نشوفوا المشاهد اللي فيها الطفلة أروى ربما ملاحظة خلال هذه الشبكة الرمضانية شفت الكثير من الأطفال هذه السنة والجديد انه هاد الاطفال مش فقط حضور شكلي يعني مش فقط حاضرين عاده النوال لما نقولوا عائله وفيها اطفال نشوفوا هذوك الاطفال ولكن ما كانش حوار ما كانش دور ما كانش مؤخرا ايضا كاين طفل الظاهره حمزه غربي في سلسله طيموشة يعني يلعب مع علا وزرماني فنان القدير ما شاء الله طفل صغير حافظ السيناريو ما يغلطش يعني ويلعب مليح يعني عنده لو جو يعني كاين ايضا لا كازا ديال كمال شفنا بنات كمال انيس صافي نخدم معايا في ولاد عائله كمال بوعكاز في لا كازا ديال كمال يعني هذه السنه كاين حضور للممثلين الاطفال مش الشبابه الاطفال وهاد الاطفال المجتهدين لدرجة ما يغلطوش أنا حمزة غربي نبقى حيرة يعني يوقف مع علا وزرماني ني تخاك ني كومبلكس ني والو بالعكس بكل عفوية وتلقائية ولا مهتمين نحيو ثاني العباد اللي راهم يعني اللي راهم يكوتيون باسكو عبرك مع انونفون
انا شتها مع خاص يعني نحييه بزاف يخدم مع طلبة يفو مع طفلة أروى. واش بونس هو الاول اللي بدا اول مره شفنا طفله كان مع خاص والله غير نحييه باسكو طفل انا يخدم فريمون عنده واحد لا باسيونس مع شغل يخدم معاها وباسكو عاد طفله ولا بريسيون تاع تورناج سي ديفيسيل يخدم مع دون مانيا وي وطفله صغيره باسكو ما تقدرش دير لها لا بريسيون ما تقدرش تعزرب يعاودوا لي بريز وبالعقل نحييهم بزاف هو كانت الاولى كان عندها حضور ملحوظ كانت بدات مع سلسله درناشو مع البنتين اللي كانوا في السلسله صح البنتين وطوروا ايناس وطوروا شويه كبار كانوا شويه صغار 12 13 بزاف ايضا جمعي فاميلي كان فيه ولكن هادو صغار 8 سنين اللي كانت مع جعفر في جمعي فاميلي كبرت كان ايضا بوشايب اخوه هو مليح مليح الطفل يطول يعبر لان انت محقه السعاده لما تقولين ان السلسلات السابقه في كوميديا ولا في الدراما كان الطفل اذا كان خيال إيه يعني حضور شكلي مش حضور شكلي كانه ديكور الان الطفل عنده حضور شخصيه وبطوله اطفال بطوله مهتمين مهتمين اذكياء اذكياء كاين جيل لا ولا يحبوا يلعبوا يحبوا يدخلوا روحهم ماشي كما بكري كانوا شويه مجهودين كما حمزه غربي رائع الطفل هذا يلعب وعنده حضور عنده يرد عنده تعابير الوجه عنده يعني تقريبا بل كاين كوش كاين ربما اداره ثم الشخصيه بشكل جيد وايضا اروى طبعا حتى لا نقاش اروى من الجزء الاول برزت اروى مهراوي يعني لو شارم انا توجور نحب نحيي قلت لك الناس اللي كوتشيو باسكو على بالي ان ترافاي فو باسكو صعب 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 ماشي كيما واحد كبير اجي غاب اجي غاب لازم ميثود معاه باسكو صغير لازم ميثود معاه باش يحفظ التكست وهم ما مع بك عنهم فهم ماشي لازم يموامو تاني مليح البراءة تاعهم اللي مول يقولوهم خلي البراءة تاعهم تاني شابين دونك كاين ميطور مام ثانيتك الأولية تاعهم كيما أنيس كنا جمع جخدم معنا في طاليس خدم معنا في طاليس كانت يماه معاه دانيا إيدير يماها معاه أروى كنت معها في واحد ليميسيون ثانيتك كانت يماها معهم معها تسمى كانوا الأولية تاعهم سيكولوجيكمون لازم من كي يجي يخدموا اي مشهد لازم الاولياء تاعهم مشتي كيفاش يوقفوا معاهم هو المهم اشياء ان هؤلاء يجب تكون عندهم متابعه في المستقبل هذو ممثلين تاع المستقبل ماشي يكون عنده دور رائع عندما يكون صغير ويبرز ومن بعد نساوه يكبر ما كاينش يتبعوا ياسمين عماري ياسمين عماري كانت صغيره بدات صغيره كاينه وسام كاينه وسام تاع جمعي فاميلي وسام تاع جمعي فاميلي دوكا عندها من هذاك الوقت ما بانتش كنا نتمنوا انها تبان سامي يكمل سامي يكمل مي وسام هذيك كان مواهب تروح كان مواهب تروح كيما زنيده هذيك اللي تاع بكري هذيك بو يحياوي كانت كيما كان لعب الطفله صغيره كانت كيما بان مع عز الدين بورغده وش هذوك اطفال تبعوش ما تبعوش تما نتمنوا من هاد الاطفال انهم يتبعوا وهنا يطرح سؤال ربما غريب تفضل فيصل لماذا التكوين في الفنون الدراميه هو حصر على الكبار فقط لماذا لا تفتح فصيلة أو قسم للتكوين في الفنون الدرامية في المعهد ما تقدرش تكون فيصل لا سي با يدرسوا علاش ما يكونش تياتر بور انفون كاين تياتر انفون موجود سيبي ناقص فراغ تياتر بور انفون يلعبوا الكبار الكبار سي با دي زونفون لا لا فوالا يعني هذا واش حابين نقولوا تياتر بور انفون مي جوي بار لي زونفون لماذا هذا دور المسرح ليكول اوسي خاطر يقراو لازم يقراو ومن بعد يبقى له ان شوا مور 18 هو يخير يكون لا هو ممكن يشارك ممكن يروح يقرا يدرس انا ما تقدرش تشد الطفل وتخرجوا من المدرسه لا لا مش تخرجوا لا لا الفكره تاعي مش كان يديروا فوتبول وهم صغار لا لا الفكره تاعي مش مش تخرج نوال كاين نوال الفكره تاعي مش تخرج من المدرسه لا يعني تكون دارس دراسه اون باراليل لماذا لا يدرس المسرح في المدرسه ايوه هذا سؤال هذا سؤال وجيه جدا من المدرسه وجيه كماده كماده دراسيه طبعا صراحه احنا قرينا انا قريت ميوزيك قريت تياتر ما قريتش لا لا التياتر كان يدير كان يدير ترفيهيه مي علاه ما يكونش باسكو عبالك في ليكول تروح تقرا بالباك كانت عندي بلفو على فكره ما غنيتيش انا شيت انا شيت جاره مع بعض لا لا قلت لك علاش الناس هي تخرج بلي ديبلوم تقرا في فرنسيتي ومن بعد علاه ما تدرجوش في ماده كماده اساسيه كماده الناس تقرا ومن بعد يبقى ان شو على بعض المدارس لا لا تياتر هذوك لي زيكول بريفي لا لا في المدرسه العموميه نوى في المدرسة العمومية أنا من رأيي من رأيي والاقتراح ربما نقترحه ونناقشه أن تكون لماذا لأن المسرح
يقول بأبو الفنون أكيد أنه لكن ماذا يفعل المسرح؟ يساعد الطفل على التعبير، صحيح. على مواجهة الجمهور، على يعني تكون عنده قوة على النطق، تحسين النطق، التحكم في اللغة، الحفظ، أشياء كثيرة، صح. من جانب التربوي مفيدة جدا للطفل في المسرح. لذا احنا نقول من الممكن مستقبلا تكون هناك مادة. لكن ما أنا أقرأ فقط في بعض الرسائل التي توصلنا من زملاء وأيضا من ممثلين بالنسبة لفكرة الأطفال، كاين يقول لك عندي أطفال مثلا نكتشف موهبتهم وكذا، ولكن فكرة أنه أمينة يعني الطفل دائما يقعد تابع التصريح الأبوي حتى نلاحظه مؤخرا حتى على بالنسبة لهاد يعني الأطفال اللي راهم في الميدان غيزو سوسيو يعني اللي راهم ناشطين على اليوتيوب وكذا اليوتيوبرز يعني نشوفهم وين يروحوا تكون معهم الأم أو يكون معهم المرافقة الأبوية أكيد لازم مرافقة. وبريس في لي تورناج كاين بلانينغ سبيسيال يخدموهم زعما في لي ويكاند ولا تكون العطلات تسمى فريمون شغل اكسبسيون ما تقدرش تنحي من ليكول الطفل وتجيبو توت لا جورني يبقى علاوه على التكوين في الاول المسرح كماده دراسيه يجب تطوير المسرح المدرسي لانه يبدو انه نسيناه نهائيا في الجزائر كان يعني بصفه بزاف عرضيه بصفه ما دي ستار درك اللي نشوف في المدرسه انا بديت المسرح المدرسي بديت في الابتدائي كي طلعت للسيام والليزي ما كانش مسرح مدرسي في الابتدائي هي الان درك مثلا لي زيكول بريفي واش راهم يديروا راهم يديروا دي كونفونسيون مع لي سونتر كولتوريل يعني اي مدرسه دير اتفاقيه مع مركز ثقافي ويمدوا لهم لي شوا باش تخير دونس تخير غناء تخير تمثيل من المبادره اللي دارها المسرح الوطني شكروا داروا كونفونسيون مع لي زيكول انا تبان لي ماني فيهم بعد جات كورونا حبست شاك ويكاند زعما بثلاثه عشان يجيبو دار يجيبوهم بلي بيس شو الرحله هما يجيبوهم تياتر يشوفوا بياس علاش نعم في المهرجان المحترف والشيخ عباس الاستاذ عباس عملوا دورات تك ورشات تكوينيه للاطفال في المهرجان المحترف. النقطه اللي ذكرتها خمسه مهمه جدا قالت لك قالت المسرح في المدرسة ومعك كي طلعت للسيام وليسمك علاش؟ لأن في الجزائر لا نفكر في مسرح اليافعين ما يسمى مسرح اليافعين أو مسرح المراهقين كان مسرح الأطفال ننتقل مباشرة لمسرح الكبار. هذه الفجوة لازالت موجودة لحد اليوم صح فيصل وأعتقد صح فيصل وحتى العروض اللي تقدم للأطفال يعني إلا يعني فريمون قلال كما ذكرتي محمد إسلام عباس اللي عنده مع جمعية في عين بنيان سنوات جمعية عين بنيان لكن الباقي كيفاش نقولوا كلون يعني مع طبعا سمحي لي أسيا بارمي اللي سيدي يخدموا تياتر للأطفال يعني بالأطفال باسكو شوفوا دي بياس pour enfants يعني بوهم دي زادولت لي كوميديان دي زادولت يعني بو تياتر بور انفون انا 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 مون افي سي لي زونفون سادريسو زونفون خلخلو اه مي لونفون الميساج يجوز رابيد ايفيكاس هذا السياق اريد الاشاره للنقطه السيره لو سمحتي في المسرح الجهوي لقسنطينه محمد طاهر الفرقاني وانا كنت في الايام في الربيع المسرح منذ قبل رمضان فتحوا مدرسه ثلاث اطوار الطور الاول مسرح الاطفال يعني الصغار مسرح الشباب ومسرح الكبار هناك تكوين داخل المسرح يعني اعتقد كل حلقه نعم موجوده في الختام تاع المهرجان نعملوا عرض في ختام المهرجان وهما الاطفال هذوك قاموا بالاطفال هما اللي داروا الاختتام يعطيك الصحه سي ميلاط للحيوه ونتمنى ان يكون المسرح الجهويه صلاح الدين ميلاد المسارح الجهويه تقوم بهذه المبادره هي جميله جدا ولانك ذكرت الاطفال فقط لتصحيح مش خطا ولكن البارح ما كانش عندنا العنوان بالضبط المسلسل اللي هدرنا عليه لاول مره مسلسل ابطال واطفال ذوي احتياجات الخاصه اسمه 404 قضيه 404 قضيه 404 ولا يعرض على اي قناه فيصل تاكدت هو يعرض على التطبيق على التطبيق يعني. تونسي المسلسل لا مصر لا مصر مصري. من اخراج محمد الانصاري محمد قضية 404 يعني الأنصاري. اول عمل يقدمه فقط الابطال هم اطفال ذوي احتياجات خاصه هذا قام به المسرح الوطني كذلك جزء من المذاق راح يكون المسرح الوطني مع جمال قرمي اعتقد قام به المسرح الوطني داروا تجربه ذوي احتياجات خاصه مش الاطفال فلتصحيح فقط المعلومه لانه بالامس قلنا يعرض على قناه ولا يعرض على اي قناه اختار المنتج ان يعرض على نصوب المثل الشعبي الجديد حبوا القديم لا تفرط فيه صحح في المثل صحح فرصه للتصحيح اذا كنا مع فكره الاطفال نوال في خلال مسيرتك كامل
انا نوال ما بديتيش طفله، نقولوا 17 كنتي نقولوا مراهقه شابه، ولكن في خلال مسيرتك كاين اطفال تشفي عليهم بداو قدموا دور ولكن اختفوا بعدين يعني ما كانوش في زينة. زينة في الحلقتين الاولى نعم. كانت زينة صغيره في حلقه ولا حلقتين كانت زينة صغيره هذيك ما زلناش شفناها زينة اللي لعبت لعبت هي حلقه لعبت صغيره حلقه انا زعما صغيره عامر وزينة صغار ومن بعد ديك انا كملت الحلقه ماشي سامي ايوب لا لا لا, لا. يقولوا لي في يقولوا لي في الـ في الـ في الريجي كما تشوفي كحله وبيضه كحله وبيضه هذاك الظاهره هذا صح طفل الظاهره صحيح وليت اختي اللي لعب معايا لكن خلاف ما كانش هذاك الرابعه في ما في الرابع هذاك جون كحله وبيضه واش كحله هذاك ثاني هم يقول لي بلي ماشي نفس العمل شفتوا شفتوا سلسله تاع عصاب واوتار تاع كحله وبيضه كحله وبيضه هذه اللي يهضرني عليها هذاك وليد اختي يلعبوا وليدي انا لقيناه جلال هاي معلومه لقيناه جماعه عنده الجينات 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 ولا ديان تاع نوال زعتر اصبر اصبر اليوم نوال زعتر راكي تمدي لنا غير في السكوب حصري حصري مع احنا في رمضان بعد خوضك لتجربه الانتاج اذا كاماتشو الطفل الظاهره اللي كان في اول مره بعد 45 سنه بعد 45 سنه شكاماتشو شكون كان هو يسموه لا لا ماشي كاماتشو لا لا اللي يلعب وليدي الربيع ماشي لا لا. الرابع لا لا ماشي الرابع في عصب وابطار عصب وابطار تاع كحله وبيضه ايه كحله وبيضه لوليدي يلعب وليدي اللي هو شكون هذاك الطفل هذاك وليد اختي وليد اختنا وزع هذا اللي كنت تحبسوا عليه وتخرج لا 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 مش العب غير هذيك وانا نحكي لكم انا كنت رايحه كانت علاش قال لك يسقسوا يقولوا لي لا اليوم راه مشاركين معنا زملاء التقنيين رائع اللي نحيوهم قال لك علاش هذاك الطفل ظاهره ولكن ما كملش شوفي شوفي انا يا عيط لي حازور لي في الثمانينات كانت عندي فيات 128 قلت له انا يا راني مسؤوله راني في الدار وعائلتي كاع في المهجر وخلاو لي وليد اختي واختي وحده كانت تدرس معنا جايه من سوريا جابها جدي كي جاوا مع الوفد تاع الامير عبد القادر كي رجعوا والدحاوي وكشرودي هذه قصه طويله الامير عبد القادر رجع اللي رحمه الامير عبد القادر والله نحكي لكم والله يسمعوا تشوشوش هذه نحكي ما تشوشوش وبعد كده كي قلت له نجيبهم معايا قال لي جيبيهم هيا قلت له مايا صبحنا على الفجر قلت له منوضوا نديكم للسطيف نروحوا نتورنوا مع عصب واوتار اسمعي صدقيني انا يا نمشي في الطوموبيل نسوق كتسوقي نسوق من السبعينات 79 البيرمي تاعي الله يبارك كبير علي كبير علي يا ونشفى الامير عبد القادر انا وش بيك عبد القادر قرن 19 وانا نسوق هكذا في الفيات قلت له جلال قال لي وي طاطا قلت له دوك نوصلوا حازور لي يقول لك لعب بوليدها شوف وزيد ديريكسيون دكتور بكري كيفاه استغفر الله ما نعلمش الغيب ولكن احساس تخيل قلت له غد نوصلوا راك تلعب وليدي انا ما قلت لا اختي لا الاخرى على بالي هذاك وانا نسوق كي وصلت ياك كان الجلد الجليد الماء اللي في الريزيرفوار صباح يابس قلت له دوك تعاود تنوض لي الطوموبيل حاصلين ولي الجزائر الوغ انا يا قاعده كي وصلنا اهلا 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 وبعد جا لي حازر لي قال لي نوال قلت له على بالي واش راح تقول لي جلال قلت له يلعب وليدي قال لي والله قلت له خلاص خاطيك اروح جلال قلت له ها كيفاه تلعب ها كيفاه تلعب شفتوا كيفاه لعب بصح ما كملش على ما كملش علاش ما استثمرتيش في هذاك في نجاح الدور يعني لو كان قعد بعدك راح تبع يماه للمهجر وزوج تما وعنده دراري تما بل لقيناه مع المهم لقيناه بعد 35 سنه ماشي كما ماشي كما تشوف ماشي كما تشوف لا لا تاع عصب واوتار عصب واوتار كما تشوف من فين كحله وبيضه كاين يلعب زعما يلعب كحله وبيضه كحله وبيضه فين كحله وبيضه تاع بو قرموح تاع بو قرموح لا لا هذه كحله وبيضه تاع الماتش تاع الماتش تاع عصب واوتار باش نفرقوا بيناتهم وكي تذكرنا عصب واوتار نروحوا
بزمان محطات، محطة قسنطينة، محطة وهران، كان الإنتاج نوعي وكانت المنافسة، يعني هي صح يقولوا كما كانوا يوصفوها اليتيمة لأنها قناة واحدة، ولكن منافسة ما بين المحطات. بين المحطات أو بليس كان بكري كان لي سيزون ماشي رمضان، كان زعما سي بون تاع الصيف صيف شبكه صيفيه، كان دي فيتون اللي داروا. انا كنت صغير والله غير تاع بار اكزومبل تاع نزيم قايدي جو بونس، نزيم قايدي جديد يا احمد. وي وي نشفالو بون كنت نقرا في سيام ولا انا مانيش نحكي لك من مواليد 2000 لا نحكي لك هذاك شفتو كنا نقراو في الشتاء تسمى ماشي رمضان ما كانش رمضان ودار سيكسي تسمى الناس اللي تخاف اللي يقول لك نخدم غير رمضان وكاع بكري. شنو هو؟ عيسى ستوري نو نو تاع نزيم قايدي هنا ماشي بزاف. مصطفى العريبي اللي لعب فيها مصطفى لا من جد شكر ولعب البيرسوناج على مجد مصطفى العريبي ولعب فيها فريدة كريم سما ماركي وجازم ماشي في رمضان وداروا سيكسي كبير الناس كانت تبع نجاحها يعني كانت في منافسة يعني مثلا في خلينا نقعدوا في رمضان مثلا محطة قسنطينة عيسى سطوري مثلا محطة وهران بلا حدود فكانت منافسة حلوة وكان يعني مستوى نوعي يعني كان فيه مستوى الأعمال كانت حبة طوماطيش لكن تشفاو جي هذيك الممثله الوهرانيه راح لي اسمها تقولها طوماطيشه نموتوا بالضحك الان اعمال كوميديه كبيره وميزانيات وممكن لا بس عليها كان عمل كان تحضير في تلك الفتره بلا حدود ولا عصر الاوتار على باله بلي رمضان وجبت يعني هذاك الشهر باليوم تاعو يخدموا بعقلهم كل كتابه تكون دراسه الشخصيات كوميدي سيتوياسيون يعرفوا يعني يحضروا حتى الكاميرا كاشفه مدل لك يعني واحد يشري في الطوماطيش في السوبيرا تهدر معاه البطاطا الطماطم كاميرا كاشي كاميرا كاشي كانت لطيفة والوقت كان فيه بركة يعني ماشي بالعفلة اللي نشوفه اليوم انا كنحزن حيوانات وغيرها كنا متزاير انا ورديه ونطلعوا بالطياره نروحوا نترنوا ونعاودوا نرجعوا وعاودوا نرجعوا بصح على بالكم الوقت عندكم الوقت عندنا الوقت باش تحضروا روحكم باش تحضروا والاوتيل وكيف يستقبلونا يعني مش مش تكملوا قبل رمضان التصوير قبل رمضان نجيبوا دراهمنا وندخلوا مش قبل لا توصلي للبلاطو يقول لك هاك السيناريو حب الدر النص وروحي لا بالكوسم اللي تجيبيه بالكوسم اللي تجيبيه يقول لك ادخلوا مليح بالكوسم اللي تجيبيه ما تبدلش ما تبدلش ما عندكش كوسيوم بالله ذاك المطاقه اللي تلعبي دور كيف الكوزينه لا مش نقول على الغياب المهنية لا غياب المهنية وتاني مسألة تاني فلوس وكذا عارنا نحكي بلي تخلطت الضومين لازم الناس هكذا تريح ويبداو يقصروا على زميلي قادة بن عمار اللي مازال سهران يتابع شكرا قادة على الوفاء تحياتنا قادة الممثلة اللي راني نقصدها الممثلة الوهرانية هي ملكة يوسف ملكة يوسف ملكة يوسف فعلا تاع الهف تاع الهف لانه صحت ودات فوازير وزميلي قادة بن عمار كنت فتحتوا هذه القوسين تاع الفوازير وقلت بلي في الجزائر ما كانش كانت كاينه ملكة يوسف لا هضرنا عليها كنا ذكرتوها كنا ملكة يوسف تكلمنا عليها مع قادة وقال لك نوال عجبتها شريهان لا شكون شريهان ضلنا على شريهان لا وفوازير كملكة يوسف ما مشاتش يعني بالنسبه للمشاهدين في تلك الفتره ربما ما كانش جمهور الفوازير في الجزائر ان شاء الله في الايام القادمه خلال الشهر الفضيل من خلال هذا البرنامج نعاودوا نروحوا ايضا شويه نوستالجيا كما ذكرت عيسى ستوري وبلا حدود عيسى ستوري شفنا الممثل القدير عنتر هلال رجع في السنوات الاخيره رجع راهو يقدم سلسله كوميديه ولكن مش كل الفريق يعني مش تقريبا كاين اللي راح جو الله يرحمهم كاين عيطولي باش وعنده عنده موهبه كبيره وعنده قدرات كبيره في رايي بين قوسين غير مستثمر الكوميديا شكون تقصد الفنان عنتر هلال ستوري عنده قدره رائعه في التعبير في الوجه في الجسد بالكلام لا ريبليك اكسيتيرا انا تبان لي في هذا الجور كيما عنتر هلال سي قامات يعني هذا لازم عنده عبد الحق بالمعروف بولان سبيسيال كمال كربوز الله يرحمه عندهم مستوى لا عندهم فريمون دي كاباسيتي مدرسه هذو مدرسه اكيد تما لازم عباد يهتموا بهم يكتبوا لهم سبيسيال حنا نفتحوا فقط الشهيه للمشاهدين حتى حللوا اليوم ولكن نعود بالتفصيل وباتصالات ايضا وايضا ممكن يكونوا معنا ضيوف في احنا في رمضان شويه نوستالجيا على شويه يعني وش راه كاين في الشبكه البرامجيه حبيت نقول لك فنان القدير نوال زعتر
شرفتينا في هذا البرنامج. اليوم منذ البدايه حضورك كانت اشياء كثيره اليوم. قال لك غير الحكس اليوم. كنت مشكس اليوم. بس خليتوني خلوني يعني ما خلونيش نخرج كاع واش في مازال هي ما نمشيش نوردي على هكذاك مركب. والله يعني الاصداء الطيبه في كفايه فيه ناس حتى من الميدان نوال يقولوا لي نعيد اكتشاف نوال. مع انه نوال معروفه انها عفويه وبسيطه يعني في الايام صريحه كذلك صريحه. أنا أشكر لك الله يخليك. إيه تيتو أنت يا مسكوتنيش قاعد. طيب لمدي تفايصل. شكرا شكرا. إذا شكرا لك الفنانة القديرة نوال زعتر وراكي معنا دائما في برنامج حنا في رمضان على مدار الشهر الفضيل. شكرا كريم الجانج أيضا. ونلتقي غدا. شكرا ايضا فيصل ميتابي شكرا جزيلا. شكرا خمسه مباركية كل التوفيق ايضا. وشكرا احمد مداح اللي جانا من ولايه البليده ومن خشعينا وديما يلبي الدعوه. شكرا لكم ميرسي بو لانفيتاسيون والله ان بليزير دو بارطاجي هكا معكم كاع سيتي فريمون شغل مالي على ما صفر مالي معليش جاست ثرابي مي سي بيان نحكيو هكا شاك فوا نحكيو اللي عندي انا شو قلبي معمر على الدومين هذا نحب شاك فوا نحكيو عليه. ان شاء الله هذه فرصه هذه فرصه فوالا باش نلقاو انتير دون كوم بين كاع الاطراف. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. شكرا مشاهدينا ان شاء الله نتلاقاو مع بعض في بروجي بلاتفورم مشوشين. سمحي لي اسي هذه تقولها هذه خلص عليها بلاتفورم تاع بيطون ولا. Thank you.